مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، مساء الخير وأهلا بحضراتكم. ألف مبروك للنادي الأهلي ومجلس إدارته وأعضاء وجماهيره في كل مكان داخل وخارج مصر. ختام أكثر من رائع لموسم من أصعب المواسم اللي شفناها، وكان من الفترات الأصعب في تاريخ المنافسة على مستوى الدوري المصري، البطولة المحببة والمفضلة لجماهير النادي الأهلي، والبطولة اللي أصبح جمهور الأهلي بيقول إنها دايما أبدا تفضل الارتباط والبقاء داخل جدران النادي الأهلي في الجزيرة. اللقب أو رقم 41 اللي بنصل إليه من إجمالي 60 نسخة من الدوري المصري حتى يومنا هذا، نصيب الأسد دائما أبدا للنادي الأهلي المصري اللي بيتفوق على جميع أقرانه بفارق كبير جدا. فارق النقاط كمان بيدي درس للجميع بعدم الاستسلام، وهذه هي سمات الفريق البطل، فريق النادي الأهلي. لو كان فريق عادي كان استسلم للأمور الصعبة اللي مرينا بيها في النصف الأول أو الدور الأول من هذا الموسم، وكان تعامل مع فكرة التعثر الفني والمشكلات والنقص في الصفوف والإصابات، كل اللي شفناه من حالة عدم التوفيق اللي كانت موجودة فنيا في الفترة الأولى من هذا الموسم سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي، كان ممكن مجلس الإدارة الأمور الفنية اللي طبعا في مقدمة القائمين عليها الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة بما له من تاريخ كبير جدا وخبرات في عالم كرة القدم، والفريق المعاون له والقائمين على التعاقدات وعلى الرؤية الفنية للفريق قبل طبعا كمان اختيار عناصر لجنة التطوير، كان ممكن الجميع يكتفي ببناء الفريق، إعادة بناء الفريق كما أطلق هذا الأمر على خطوات الإصلاح الفني للفريق الكابتن محمود الخطيب في فترة سابقة، على أن يكون هذا الأمر مع انطلاقة الموسم الجديد. كان ممكن الكل يلتمس الأعذار للفريق ويقول إحنا مش في أفضل حالاتنا، إحنا في فترات كتيرة بنقول إن إحنا مش موفقين فيها، وكان ممكن يتم الاكتفاء بالصفقات الجديدة واختيار الجهاز الفني الأفضل للمرحلة دي انطلاقا من الموسم القادم. لكن ده مش سمات الفريق البطل. النادي الأهلي راهن الجهاز الفني، مدير الكرة كابتن سيد عبد الحفيظ، كل القائمين على أمور كرة القدم وفي مقدمتهم رئيس مجلس الإدارة الكابتن الخطيب قال إن احنا هنمشي بالتوازي في الاتجاهين وهنقوم بالمهمتين بإذن الله لو كنا موفقين، وهو بفضل الله سبحانه وتعالى ما حدث مع ختام هذا الموسم، إن احنا هنعيد بناء فريق الكرة للفترة الجاية، وتألقنا على مستوى الدوري المصري وحصلنا على البطولة بفارق 8 نقاط عن أقرب منافس، وأيضا استطعنا أن احنا نجدد دماء الفريق، وده مستمر كمان إن شاء الله مع فترة الانتقالات ومع بداية الموسم القادم، لسه في أسماء وفي صفقات جديدة للفريق، والقائمين على أمور التعاقدات في النادي في سعي إلى دعم الفريق كمان بعدد كبير من العناصر ممكن تضيف لكوكبة النجوم الموجودة في النادي الأهلي. الكل أجمع على أن النادي الأهلي معدن لاعبيه ونجومه والخبرات داخل هذا الكيان العريق بتقدر تحسم الأمور، تعيد الأمور إلى المسار الصحيح فنيا، تصلح أمور الفريق فنيا، وفي نفس الوقت إن ده لا يعطلنا عن المنافسة على اللقب. والكل قال من البداية بنتعهد للجماهير هننافس بقوة هذا الموسم وليس الموسم القادم، رغم التعثر الفني ورغم أننا في حاجة إلى إعادة النظر في بعض الأمور الفنية، وهو ما تحقق بفضل الله سبحانه وتعالى. كان طبعا مسك الختام لهذا الموسم المباراة اللي دايما بنقول عليها أنها بطولة خاصة، مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، أيا كانت مؤثرة ونقاطها مؤثرة في صاحب اللقب والفائز بالبطولة من عدمه. كان هذا الموسم هذا اللقاء لم يكن مؤثر على مشوار الدوري لأن الأمور اتحسمت، البطل والوصيف تم حسم طبعا وتسمية البطل ووصيفه قبل هذه المباراة، لكن بتبقى في ذاكرة تاريخ الرياضة والكرة المصرية مباراة لها طابع خاص ولها رصيد كبير جدا من الاهتمام جماهيريا وإعلاميا وفنيا من الخبراء والمتخصصين. مرة تانية ألف مبروك للنادي الأهلي، وإن شاء الله تتوالى الانتصارات وتنعكس كل الجهود المبذولة من تعاقدات جديدة تمت في الفترة اللي فاتت وإضافة أسماء قادمة هتكون مؤثرة إن شاء الله مع عودة المصابين، القوة الضربة اللي اكتملت للفريق مع الشغل والاجتهاد من خلال معسكر أسبانيا، المعسكر الخارجي اللي تم خلال الفترة اللي فاتت، كل ده تكون له انعكاسات وليس فقط على المستوى المحلي ولكن من أجل عودة اللقب الأفريقي والمشاركة إن شاء الله عالميا من خلال التأهل لكأس العالم للأندية في النسخة القادمة وبعد النسخة القادمة من دوري الأبطال الأفريقي إن شاء الله. خلونا في بداية هذا اللقاء ننوه عن اللقاءات اللي حتلي لقائنا الأول أو أول حوار في هذه الحلقة بعد ضيفنا اللي بيشرفنا في الفقرة الأولى الكابتن صديق الجمال، وهو طبعا غني عن التعريف، هو عضو اللجنة الفنية في النادي الأهلي وهو واحد من نجوم الكرة سابقا في مصر والنادي الأهلي. هيكون في أكتر من لقاء آخر من خلال الأهلي الليلة مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين، هيكون في لقاء مع لاعب النادي الأهلي السابق الكابتن أحمد صديق، ثم الفقرة الثالثة هتكون مع الناقد الرياضي المتميز الأستاذ عبد المنعم الأسطى. الكابتن صديق الجمال نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا، أهلا بحضرتك ومبروك الدوري والفوز أيضا بلقاء القمة كمسك الختام لهذا الموسم، وسعداء بوجود حضرتك معنا النهاردة. الله يخليك، أهلا بك كابتن محمد وسعيد جدا أن أكون موجود مع حضرتك. كابتن صديق خلينا نبدأ عايز رأيك سريعا الأيام الأخيرة، مباراة المقاولون العرب، الفوز في هذه المباراة الحاسمة للدوري، ثم الفوز في مباراة القمة، شكل ختام الموسم ده اللي انتهى بكل المقاييس لصالح النادي الأهلي.
طبعا بداية لازم طبعا نوجه التهنئة لمجلس الإدارة، مجلس إدارة النادي الأهلي اللي اشتغل بهدوء وبدقة وبثبات انفعالي زي فريق الكورة بالظبط وزي الجهاز الفني، وهيئ كل حاجة لفرقة الكورة وعمل تدعيمات وظبط الفريق، والحمد لله رجع الأهلي لمكانه الطبيعي وعوض فرق النقاط وفرق المستوى اللي كان في الأول، وصل لمرحلة جوزية عالية جدا جدا. أنا بحيي مجلس الإدارة في مساعدته للجهاز الفني والمنظومه ككل يعني، وطبعا بحيي الجهاز الفني بقياده المدير الفني والجهاز الفني بالكامل، وبحيي الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي هم قدروا الفتره اللي فاتت يلموا اللعيبه ويعملوا كنترول عالي جدا جدا وجهزوا اللعيبه نفسيا وبدنيا وفنيا، وبدليل المعسكر الاخير اللي هو النادي الاهلي الحمد لله استفاد بيه جدا اللي هو دخلوا بيه على مباراه المقاولين العرب، ودي كانت مباراة المقاولين العرب دي بطولة الدوري. يعني دي المباراة المصرية اللي كانت تحدد النادي الأهلي الحمد لله ان هو حقق بطولة الدوري. قدر يفوز 3-0، وانت عارف قبل المباراة كلام من هنا وكلام من هنا حاجات ممكن تحبط اي حد، بس الأهلي هو بيفرض شخصيته على اي حد. واي حد بيتكلم او اي حد بيتناقش الأهلي بيفصل الفرقة بتاعت الكورة عن اي نقاش. الأهلي بيرد في الملعب. قدر يتفوق على المقاولين والحمد لله حسم اللقاء حسم بطولة الدوري. هل بدأت المؤشرات الإيجابية تبان يا كابتن صديق من وقت الانتقالات في فترة الانتقالات الشتوية والأسماء الجديدة اللي معاها اكتملت الصفوف بعودة عدد كبير جدا من المصابين؟ أكيد أكيد طبعا الأهلي مر بظروف صعبة جدا لازم نتطرق ليها. لما كان فرق النقاط بينه وبين المنافس ففرق مثلا 8 بونت أو 10 بونت والأهلي يقدر يلم نفسه ما جاتش من فراغ، وقابل مطبات كبيرة جدا. اي فريق غير النادي الاهلي حصل فيه كميه الاصابات كابتن محمد طول الموسم كان ممكن زي ما بيقولوا كده باللغه الملاكمه يسلم ويرمي الفوطه، وكان طلع بره الصراع خالص. وتحديات كبيره داخليه تحديات خارجيه لما نتطرق ليها، وتحصل لاشهر فرق العالم انه يجي في موسم يكون مش موفق ويبقى عمليه احلال وتجديد ويقول ان انا أكيد بره السباق الموسم ده او خلاص يعني فقدت البطوله دي وهكمل وانافس من اجل البطوله اللي جايه او اجهز نفسي للبطوله اللي جايه. في توفيق وسوء توفيق لاي فرقه في العالم، بس في تحديات ثانيه بعيده عن الكوره. الاهلي قابل حاجات كتير سواء في التحكيم الخارجي في افريقيا، في مصر كان في ضغوطات عليه، ضغوطات من بعض المنافسين، ضغوطات ماديه اكتر من اي حاجه. لما فرق بتعمل تدعيم وفرقه ثانيه تعمل تدعيم كله بيصب يبقى ضد النادي الاهلي، ويجي الاهلي يتفوق على كل ده بالاراده بشخصيه النادي تكاتف الجميع بالمنظومه كامله، ده غير اللخبطه اللي كانت حاصله في تنظيم المسابقه الموسم ده الموسم اللي انتهى وضغط المباريات والمشكلات دي كلها. كابتن محمد كل ده كان ضد النادي الاهلي، لما يكتسى كله بشخصيته القويه يبقى هو عدى مراحل كتير اي فرقه ثانيه كانت ممكن تقع. هو كل الصعوبات دي والتحديات خدها على عاتقه لان شخصيته بتتفرض في اي وقت. وانا بقول لك في كل وقت بحيي مجلس الاداره ليه هيئ المناخ وجاب تدعيمات، وبرده الدعم اللي جه للنادي الاهلي من حسين الشحات واللعيبه اللي جت حمدي فتحي حمدي ياسر ابراهيم جيرالدو ياسر جيرالدو وكل الناس اللي جت، وان شاء الله تدعيمات قويه جدا جدا للنادي الاهلي. طول عمر الاهلي بيدعم صفوفه بعناصر ممتازه اللي هي بتاهله ينافس في كل استحقاق يخش فيه. كل دول فرق مع النادي الاهلي ودول اللي صنعوا الفارق مع الاستقرار وتهيئ المناخ والجو للجهاز الفني. فانا بقول لحضرتك ليه بركز برضه على المعسكر، عمل حاله كويسه جدا جدا للفرقه وجم تحس النادي الاهلي فايق عن اي حد. بدليل كان في احسن حالاته على الاطلاق في ماتش المقاولين. بص ماتش المقاولين عمل جيم عالي جدا وجاب 3 اجوان خلاص خد البطوله. لما دخلنا في مباراه الزمالك كل الناس المعنيين بكره القدم سواء الناس مدربين او حتى الناس الجماهير اللي هي اللي بتشجع النادي الاهلي وجماهير الكره المصريه هيقول لك الاداء ومش الاداء. انا ما بختلفش معاك على الاداء، بس الاهلي عنده تحديات كبيره. مباراه الزمالك دي مباراه بطوله خاصه وتاريخ بين الناديين. بتفضل التسميه دي ولا دي يا كابتن صديق؟ يعني انا حضرتك شاركت في عدد من مباريات القمه لما كنت ضمن نجوم النادي الاهلي الحمد وواحد لله من اللاعبين في صفوف النادي الاهلي. الناس تقول عليها بطوله خاصه ايا كانت مؤثره او مش مؤثره على مش على نتيجه الدوري، الناس تقول عليها مباراه مهمه جماهيريا واعلاميا وتاريخيا. بتشوفها ازاي المباراه؟ هي جماهيريا واعلاميا وتاريخيا. تاريخيا لان دي بتبقى في احصائيات بين الاهلي والزمالك، الحمد لله الاهلي متفوق في كل حاجه سواء في البطولات 1000 مباريات. يعني انا لو لا قدر الله كان الاهلي مثلا تعادل او حصل اي حاجه هقول لك عادي، البطوله الغاليه جدا 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 النادي الاهلي حصل عليها، بس المباراه دي بتعني حاجات كتير لجماهير النادي الاهلي لمجلس اداره النادي الاهلي بترد بيها على اي منافس.
احنا بطل في الملعب. انا ما اروحش الاعب مثلا الجونه والاقي بعض النقد الغير بناء ان يقول الجونه لعبت بقوه وبعنف عشان النادي الاهلي. طب ما انا رايح العب الجونه لازم العب بقوه وبعنف واموت نفسي في الملعب واكسب الجونه. ما اقولش انهم بيلعبوا عشان خاطر فلان. فجت المباراه المفصليه، خصوصا ان معروف كلام حضرتك ده بيتفق مع كل الاراء اللي بتقول ان كل فرق الدوري بتقدم افضل مستوياتها قدام دايما الاهلي والزمالك اللي هم الماتشين اللي بيشوفوا ان هم لهم جماهيريه. كابتن محمد كله بيلعب لنفسه. انا لعيب في جونه عايز العب كويس عشان ارجع النادي الاهلي ناديه. واحد بيلعب مثلا قدام الزمالك عايز يلعب كويس عشان يروح الزمالك يكون في اعاره. فالنادي الاهلي حسم وزي ما بتقول ايه يعني ما خلاش حد يتناقش في اي حاجه زي كده بمباراه الزمالك. زي ما بيقولوا ايه؟ قال لك يا ريتني بقى نلعب الزمالك والاهلي ماتش ايه؟ تحدي. ادينا لعبنا تحدي، احنا كسبنا. لا انا دايما انا كمان بميل لان احنا نتكلم ونحلل ادائنا احنا، يعني كل منافس هو ادرى بشؤونه وقادر على تحليل ادائه ونتائجه. انا بفكر دايما في فكر النادي الاهلي. راي حضرتك في انه مجلس الاداره في وقت من الاوقات والقائمين على امور كره القدم في النادي ومقدمتهم الكابتن الخطيب قالوا لا هنشتغل على المحورين وهنحقق الهدفين ان شاء الله مع نهايه الموسم، هنصلح احوال الفريق فنيا وهنصلح مسار الفريق واعاده بناء الفريق وهنفوز وهننافس بالبطوله. الغريب ان كان الجمهور في قمه يعني في اصعب الفترات فنيا واصعب مراحل نتائجنا في الدور الاول كان الجمهور عنده ثقه بلا حدود. كنت تتكلم مع الناس الاهلاويه في الشارع يقولوا ان شاء الله هنفوز على يعني هنفوز على اقراننا او منافسينا وهناخد البطوله الموسم ده. اكيد اكيد لان الثقه دي ما بتجيش من فراغ. انا قلت لحضرتك ايه شخصيه النادي الاهلي. اي حد بيشجع النادي الاهلي عنده ثقه في ربنا ثم في فرقه النادي الاهلي ان هيحقق الهدف المطلوب منه وبيحققه. عمره ما خيب ظن جماهيره. النادي الاهلي اي حد يمر بالظروف اللي مر بيها في افريقيا يخش على بطوله الدوري مش هيقدر يعمل اي حاجه. الحمد لله عدوا مرحله خطره جدا في مسيره النادي الاهلي والفرقه اتلمت واتظبطت ومجلس الاداره ساهم بالصفقات. رجع الاهلي لشخصيته والحاله بتاعته قدر يتفوق على اي حد. وزي ما قلت لحضرتك مش من فراغ. دي يعني بطوله غاليه جدا 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 جدا. انت بينك وبين المنافس نادي الزمالك له كل التقدير والاحترام ان 8 بونت وتيجي انت تقلب تعكس يبقى انت اللي خدت البطوله 8 بونت. دي مش من فراغ. اجمل من المواسم اللي بيبقى النادي الاهلي متفوق وحاسم البطوله من اسابيع كتير قوي قبل ما تنتهي. بس الفرحه بتبقى عاديه جدا جدا وبتبقى وقتها. انما دي فرحه كبيره جدا جدا لجماهير النادي الاهلي لان كان في تحديات وصعوبات. انا قلت لحضرتك ايه انت عارف يعني ايه حضرتك يا كابتن محمد امور ماديه. لما انا اجي ادعم نادي اجيب له لعيب بمليون واجيب لي ده بخمسة مليون واجيب لي ده بعشرة مليون كل ده يتصب في مصلحه الفرقه الثانيه عشان يوقعوا النادي الاهلي. بيجي النادي الاهلي يتخطى كل الصعوبات دي ويبقى هو البطل ب8 بونت وللثالث مثلا باكثر من 8 بونت. فده عند النادي الاهلي ما تقربش. حط تحتيها 100 خط مع التقدير والاحترام لكل فرق الدوري. بس احنا اشتغلنا واللعيبه تعبت وحاربنا كتير نقد غير بناء وكلام كتير جارح على النادي الاهلي وعلى مجلس اداره النادي الاهلي. بس طول ما النادي الاهلي معودنا من ساعه ما الواحد طلع سواء لعب في النادي الاهلي او شجع النادي الاهلي الاهلي بيفعل بس في الملعب. في الاستقرار كمان في طريقه اداره الامور وانها بشكل متزن في النادي الاهلي يا كابتن صديق. في وقت قرر النادي الاهلي انه ليس من الانسب استمرار كارترون وده كان قرار بعد دراسه وبعد عدد من النتائج وشكل الاداء غير الموفق. لما كان في بعض المطالبات بالتغيير مره ثانيه النادي الاهلي ما التفتش لها لانه قال ان لا الجهاز الفني والتكليف الجديد والتعاقد مع مارتن لاسارتي حتى بعد الخروج غير اللي كان غير طبعا مستوانا فيه كان سيء جدا وظروفنا في المباراه دي كانت بعيده جدا فنيا وكان داي اوف لكل نجومنا. مزبوط. لكن النادي الاهلي قال لا مش هستجيب للمطالبات بالتغيير دلوقتي لان انا براهن على ان الفريق ياخد البطوله بطوله الدوري ويكمل. انا ببني الفريق صح. فده نوع من الاتزان في القرارات وعدم الانفعال المبالغ فيه. بسبب ايه اتزان في القرارات؟ ان في رؤيه فنيه. ما هو برضو المسؤول هنا بتاع كوره عنده رؤيه فنيه عاليه جدا وبتبقى صائبه. يعني عارف امتى يغير امتى ما يغيرش. ليه ما يغيرش وليه ما يلتفتش لاي حد؟ لان الناس دي بتاعت كوره ما عارفين ان انا جبت تدعيمات ما ينفعش اقرب على الجهاز الفني. الجهاز الفني اللي مشي لما حصل دروب في افريقيا وطلعنا الخروج اللي هو ما كانش مثلا بالنسبه لينا احنا ما كانش راضيين عنه. لا جاي مدرب جديد جه تدعيمات قويه جدا جدا جت الصوره انعكست بقى هنا ايه بالايجاب مش بالسلب. الاهلي مشي في الطريق الصحيح والناس المجلس الاداره ساب الجهاز وجاب التدعيمات عمل شغله ساب الكره في ملعب
الجهاز الفني والمسؤولين على الكرة في النادي الأهلي. وكان حريص أنه زي ما حضرتك قلت يدي لسارتي أكبر مساحة من التناغم والانسجام لنقل رؤيته الفنية وتكليفاته للاعبين. والثقة ما حصلش على الفترة دي وقت التعاقد معاه، لكن أتيحت الفرصة وقت كأس الأمم الأفريقية أكيد. وخد براحه، خد ارتياحية، والرؤية الفنية بتاعته ظهرت. وبرضو من ضمن الحاجات، طب عفوا لمقاطعتك يا تصديق، لازم نتوقف الآن مشاهدينا مع فاصل قصير، وبعد الفاصل نعود لاستكمال هذا الحوار، تابعوا. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ونجدد الترحيب بالكابتن صديق جمال، عضو اللجنه الفنيه في النادي الاهلي واحد نجوم كره القدم سابقا في مصر والنادي الاهلي. اهلا بيك مره ثانيه كابتن صديق. اهلا بيك كابتن محمد. عفوا المقاطعه، كان لازم نتوقف مع الفاصل، بس حضرتك كنت بتتكلم عن عوامل كثيره جدا كانت ايجابيه وتغلبنا فيها على المشكلات الفنيه والتعثر في بدايه الموسم. عايز اشوف مباراه الاهلي والزمالك تحديدا كمسك الختام لهذا الموسم، وذكرياتك عن المواقف المشابهه اللي كان لقاء القمه فيها، سواء هيحسم البطوله او مهم في ختام البطوله حتى لو مش هيؤثر على اسم او تسميه بطل الدوري. هو المباراه دي يعني في مباريات كتير اتلعبت بين الاهلي والزمالك، بس في مباراه بتبقى ايه متعلقه في الاذان بالصعوبه بتاعتها، وكان عدم حسم البطوله قبلها باسبوع، دي بتبقى مهمه جدا جدا في مسيره الفريقين. يعني اذكر منها مباراه في 88 كان 51 52 كان فرق بونت بيننا وبين الزمالك، المباراه الفاصله اللي يكسب ياخد البطوله. الحمد لله قدرنا نتفوق مع مستر فايتسا وكسبنا 1-0 بهدف علاء ميهوب وخدنا بطوله الدوري. وكان التعادل يكفي الاهلي للحصول على الدرع في المباراه، بس كان التعادل يدينا البطوله، بس برضه كان معانا مدرب عظيم ربنا يطول عمره لو كان موجود، يعني مستر فايتسا من العلامات البارزه في تاريخ طبعاً من المانيا، افضل المدربين في المانيا مش بس على مستوى مصر او لما جه مصر هو اللي دخل طريقه 3-5-2 وكانت طريقه جديده بالنسبه لينا، ومدرب عالمي يعني. فحتى في المحاضره بنلعب على المكسب، والحمد لله قدرنا نتفوق، وكانت فرقه الزمالك قويه جدا جدا جدا. وبرده وده مشابه لسيناريو الموسم ده، الاهلي ما كانش محتاج ولا نقطه من نقاط مباراه الزمالك، لكن حسم المباراه دي وفاز بيها وبنقاطها لانها بتضيف لنجاحه ولتكليله بطل للدوري، وليها طبع خاص طبعا. وحتى المباراه طبعا المجلس الجهاز الفني اشتغل على المباراه دي باحترافيه وبدقه مع اللعيبه. ازاي يا كابتن صديق؟ اللعيبه مثلا اقول لحضرتك، اللعيبه مباراه المولين خدنا البطوله، احتفلوا في الملعب واحتفال رائع، وبطوله غاليه جدا جدا، اي فرقه ممكن في اليومين دول ممكن تفك، التركيز يقل لو ما فيش دافع، ما فيش حافز، خلاص خدت اللقب. الدوافع موجوده قبل المباراه للبطوله، بس في دوافع اهم اللي ذكرهم بالدوافع دي وحيا فيهم الدوافع دي الجهاز الفني. كان في تصريحات موفقه جدا للجهاز الفني ما بين مباراتي المقاولون العرب والزمالك وقبل مباراه القمه وختام الدوري، انه يتكلم عن المباراه دي انها مباراه مهمه جدا رغم ان الدوري حسم. ده كان بيجهز اللاعبين ويعلي عندهم التحفيز او الدوافع للمباراه دي. اللياقه البدنيه موجوده، الحته الفنيه موجوده، بس الحته الذهنيه لازم على طول النفسية دي، الناس اللي هي عندها خبرات كبيرة بيقدر يهيئ اللعيبة بتاعته، والجهاز الفني بيلم اللعيبة يفصلهم عن اليوم اللي قبليه، عن الفرحة اللي ممكن انت الفرحة دي تمشي معاها تجرك لغايه مباراه مش الزمالك. هقدر واحنا بنسمعك كابتن صديق قدامنا على الشاشه علي معلول ليس فقط بادائه الرائع دفاعيا وهجوميا وهدفه الجميل في مباراه القمه، لكن اداؤه على مدار الموسم اللي الناس بتتكلم انه من الكي بلايرز ومن افضل الصفقات والعناصر الموجوده مش بس على مستوى النادي الاهلي، افضل الصفقات الموجوده في الدوري المصري كله. عايز حضرتك تتكلم عنه علي شويه، هدي له حقه لان مش عايز دوت ايه 10 ثواني و20 ثانيه، ده عايز وقت كبير نتكلم عليه، هندي له حقه برضه. بس بكلمك على المباراه، الجهاز الفني هيئ اللعيبه، المباراه دي في تاريخ النادي الاهلي بتبقى مصيريه، عشان بالارقام والتواريخ وبكل حاجه دي بتتحط بالمقارنه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، فدي بتضيف لنا حاجات كتير، وبتخلي النادي الاهلي اول حاجه يخش على البطوله الموسم اللي جاي كسبان الزمالك، واخد بطوله الدوري، داخل على البطوله بقوه وبحماس، وبيمشي في المسيره بتاعته ان شاء الله، بتديله دفعه في بدايه الموسم، دفعه معنويه كبيره جدا جدا. وهو برضه جه فتره كان نادي الزمالك، يعني انا ليهم كل التقدير والاحترام، مش بقلل منهم، الكوره بدون الزمالك ما تبقاش كوره في مصر، النادي الاهلي ونادي الزمالك، بس جه فتره كان الزمالك بيتغلب قبل ما يلعب، تسال الجماهير
يقول لك لا النهارده نتغلب اثنين نتغلب ثلاثه. لا، الفتره اللي فاتت الزمالك كان ند، عشان كده الاهلي كان مستعد بقوه وتركيزه كان عالي جدا جدا. نزم حسم اللقاء، اللقاء فنيا ما كانش هو المطلوب على مستوى الفرقتين. ليه يا كابتن صديق؟ دي ملاحظه فعلا الناس على السوشيال ميديا بتقول جمهور الاهلي فرحان جدا بالفوز وانه اضاف لفرحه الفوز بالبطوله، لكن بتقول المباراه فنيا كانت اقل من طبيعه مباريات القمه من الفريقين. ليه؟ متوسطه، لان الاهلي حسم اللقاء. الاهلي اللي داخل المباراه عايز ثلاث نقاط بعيد عن الحته الفنيه، ثلاث نقاط تكتيكيا هعرف اجيبهم باي طريقه، بدليل ان بعد فترات في وسط فترات المباراه نادي الزمالك مسك كوره شويه بس مش فترات كبيره، بس استحواذ سلبي، لان لو استحواذ ايجابي كان يروح على الجون ويجيب اجوان، بس هو كان الهجمات بتنتهي عند خط ظهر النادي الاهلي مع تالق الشناوي في كورتين او ثلاث كور كان ممكن يجي جونين في النادي الاهلي. بس الاهلي خد اللي عايزه من المباراه، قفل كويس جدا جدا ولعب بخطه تكتيكيه، يعني لعب تكتيكيا كويس جدا، قفل الملعب على لعيبه نادي الزمالك حاجات بسيطه، حتى لما لقى النقاز فرق في اوفرين ثلاثه راح منزل اجاي في الاخر قفل الحته دي مع علي معلول. بعض الناس يقول لك ايه ازاي هو بيلعب باك ليفت، مذيعين كبار يقول لك هو نازل بيلعب باك ليفت، لا مش بيلعب باك ليفت، قفل الحته دي. لما انت تلاقي واحد يعني مهاري وبيروح وهيفرق على اللعيب بتاعك لازم تحط له واحد كمان تقفل الحته دي. قفلنا الحته دي الحمد لله، ما بقاش في خطوره منها، نص الملعب ركز في الاخر بقى قريب، ولما نزل صالح جالنا ثلاث كور نجيبهم اجوان، يعني في كورتين رمضان راح عمل بالعرض، لولا طارق حامد لمس الكوره كان صالح يحطها جول، كان ممكن احنا نكسب 2-3 في الاخر. كانت برضه فرصه قريبه جدا للتهديف طبعا، كان ممكن نكسب 2-3 في الاخر، وهو الزمالك كان ممكن يتعادل، كان ممكن يجيب جول ثاني. المحصله النهائيه الاهلي خد اللي عايزه من المباراه، حتى الفنيه مش عاليه مش عاليه مش عاليه. مين لفت نظرك، مين نجوم هذا اللقاء من صفوف الاهلي؟ طبعا بتكلم عن لاعبينا، مين افضلهم في لقاء القمه؟ اول رقم واحد في النادي الاهلي بقى له فتره كبيره هو رقم واحد، دي اشتركوا فيها اثنين عشان اكون منصف فيها، الشناوي وعلي معلول. الشناوي وعلي معلول، علي معلول حسم المباراه دي بخبرته بمهارته العاليه بالمتابعه الجيده جدا جدا بالثقافه العاليه بتاعته. علي ما شاء الله بيلعب باك ليفت، بيلعب نص ملعب، بيكمل ساعات بتلاقيه راس حربه تاني في الكور الثابته، جاب جون الماتش اللي فات وجاب الجون الماتش ده، كره طبت جوه هو واقف وضع الانسايد الشمال، يعني في اتنين فراوده راس حربه، ساعات بيبقى واحد يمين واحد شمال، لو بيلعب فرد واحد الناس اللي تحت الفراوده الثلاثه بيكملوا، هو يعتبر بيكمل في كل الكور المباريات اللي فاتت، بدليل ان ربنا يعني ايه كلل جهوده، جاب جون غالي جدا في الزمالك لما الكره تردت الكره الثابته، وجاب جون الماتش اللي قبليه لما تردت كان هو احرز 8 اهداف، وضعه البوزيشن بتاعه في المكان بسم الله ما شاء الله احرز، فده لازم نديله لقب مميز جدا جدا في مباريات كتير، بس المباراه دي الشناوي وعلي معلول طبعا. كمان كان بيلعب بحماس، يعني في لقطه كان فيها سباق في السرعه سبرنت، هجمه لنادي الزمالك من ناحيه اليمين حمدي النقاز ومعاه معلول، وقدر يمنع الكوره الكراس الكره العرضيه وقام بيحفز لعيبه الاهلي، يعني كان باين قد ايه هو بيلعب الماتش بروح وحاله معنويه عاليه جدا وفنيه كمان. تحس ان هو بقى له 10 سنين في النادي الاهلي ودي مش جديده على النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيخش النادي الاهلي كانك انت مولود في وسطهم، اي حد بيجي خلاص بيندمج معاهم. علي في احسن حالاته، ربنا يوفقه، وماشي كويس جدا مع النادي الاهلي. هو كمان من النجوم اللي عندها قبول عند جماهير الاهلي، من الصفقات اللي هي لقت قبول فنيا اعلاميا، يعني جماهيريا الجمهور بيحبه، حتى بيتداول صوره كتير على السوشيال ميديا ويكتبوا عنه كلام انه من افضل العناصر الموجوده في النادي الاهلي، يعني لا لانه بيأدي بنفس الروح بتاعت النادي، بيحب النادي من اول ما جه، بيطلع كل اللي عنده وامكانياته عاليه جدا، سخرها لصالح النادي الاهلي. حتى في التجديد ما فيش صعوبة ان يجدد ليه، حب المكان، وزي ما قلت لحضرتك في اكتر من حلقة سابقة اللي بيحب الاهلي الاهلي بيحبه. فاكر كمان مع الاختيارات واعلان قائمة المنتخب التونسي في كأس الامم، شفنا قد ايه انحياز الجمهور المصري لعلي معلول، والكل بقى بيتداول الخبر بيقول ازاي علي معلول مش ضمن النجوم الموجودين في منتخب تونس، رغم انها حق اصيل للجهاز الفني للمنتخب التونسي، لكن الجمهور الاهلي كان شايف ان اداؤه يؤهله بشكل متفق عليه او في اجماع عليه للتواجد في لان امكانياته عاليه جدا ومحبة في علي وشخصية علي. اما انا بقول لك علي بسم الله ما شاء الله، ان شاء الله يعمل موسم احسن من اللي فات كمان الموسم الجاي، لانه عنده كتير وعنده الامكانيات اللي تؤهله،
يبقى رقم واحد في مصر. يعني علي معلول والشناوي حتى الآن من نجوم الأهلي بدأت حضرتك بذكرهم طبعًا. والإشادة بأدائهم في مباراة القمة بشكل عام، مين بشكل تاني عام عايز تتوقف عند مستواه في المباريات الأخيرة وإنه مقدم مستوى مبشر جدا؟ أكيد محمد هاني. محمد هاني من لعيبة كويسة جدا جدا ومنافس قوي لأحمد فتحي طبعا، إضافة لما يكون عندك اثنين في المكان ده، بس هو خد مباريات كتير فإمكانياته ابتدت تظهر، كان متفوق جدا جدا. انا كنت حزين ان هو ما راحش المنتخب بصراحه. محمد هاني من اهم المكاسب برضو للنادي الاهلي الموسم ده. كل الناس طبعا اللي موجوده بالناس، الاضافات اللي جت جديده، السوليه برضو من الناس اللي كانت بتادي، كل لعيبه النادي الاهلي وحتى الناس اللي اتصابت. حمدي فتحي كابتن صديق بسال حضرتك عنه لانه قدم مباراه كافضل ما يكون في مركز الهاف ديفندر. السوليه مفيش خلاف عليه، السوليه اصبح من اللاعبين اللي عندهم خبره هاف ديفندر عشان هو قديم واثق في نفسه ومتمكن وعنده كمان قدرات تهديفيه وهجوميه بتكمل دوره، عشان كده كان من المستغرب جدا انه ما يكونش في منتخب مصر في بطوله كاس الامم. ولكن حمدي فتحي من الصفقات اللي الجمهور مبسوط بيها قوي، بتدل على اختيارات فنيه ذكيه من النادي الاهلي وعين خبيره بتختار اللاعبين، لانه حمدي فتحي بدا اداؤه كمان بسرعه ياخد ثقه وينضج مع النادي الاهلي. هو عنده امكانيات، عنده امكانيات مهاريه غير الحته البدنيه وغير الحته اللي هي التكتيكيه اللي بيلتزم بيها. هو لاعب وسط ولاعب وسط مدافع. لما لاعب وسط مدافع مطلوب منه يقطع ويسلم ويطلع يقرب على نص الملعب عشان يبقى قريب من الحته الثلث الاخراني، بس متاخر على النص عشان يدافع. لا ده كمان عنده حاجه كويسه، بيطلع يسجل في كور ثابته، ولما يكون معاه كوره بيعمل ربط بينقل الفرقه، ممكن يباص باص كويس لقدام، فدي بتبقى مميزه. بيبقى لاعب وسط زي بيقولوا كده ايه عالي. في لاعب وسط عنده مهام دفاعيه بس يا بس عالي. حمدي فتحي اظهر كفاءه في حته لاعب الوسط اللي هو بيوصل لقدام وليه شكل في الملعب، زي السوليه وزي الناس اللي موجوده في نص الملعب. جيرالدو برده لما جه اشتغل وخد عالي. وانا سعيد جدا جدا في اخر مبارتين ثلاثه بعوده حسين الشحات. انا افتكرت لما الكاميرا جت عليه دلوقتي مع رمضان وهو بيغير في الماتش ده، رجع لمستواه اللي برضه بنسبه 70% تقديم نفسه للجمهور 70% من مباراه المقاولين 70%. لان انا عندي كلامي، حسين الشحات من افضل اللعيبه اللي اعتبر جت النادي الاهلي، بس باذن الله لما هو اندمج دلوقتي والثقه ترجع له، لان كان عليه ضغوطات برضه الولد عشان ما نظلموش، حته ان جه ودفع فيه مبلغ كبير والاعلام وبتاع تهز اي لعيب، كان في ضغوطات كبيره جدا جدا عليه. امبارح بيلعب بثقه، عمل كام لعبه كويسه وراح وعمل بالعرض واشتغل، والمباراه المقاولين كان مميز جدا جدا، احرز هدفين، بان الحته بقى المهاريه اللي عنده والامكانيات العاليه. ان شاء الله الموسم اللي جاي هيبقى من ضمن العناصر الاساسيه اللي هتكسب النادي الاهلي وهيبرز احسن من السنه دي. طيب فدي مكاسب كويسه للنادي. الدفاع ناس كتير بتقول انه من اكبر المكاسب قناعه الجهاز الفني بضروره عوده لاعب بامكانات رامي ربيعه للتشكيل الاساسي بعد ما بقى سليم طبيا وجاهز بدنيا، لانه في اجماع في الاراء على قدراته كمدافع عنده كل الامكانيات المطلوبه في لعيب الكوره. اكيد رامي برضه لعيب مودرن زي ما بيقولوا، الحته الدفاعيه عنده عاليه جدا. رامي قبل كده لعب في نص الملعب الديفندر، اللعيب اللي تلاقيه بيلعب في اكتر من مكان بتلاقي عنده قدرات اعلى من اي حد تاني. رامي اتظلم، الاصابه طولت، بس الحمد لله الحمد لله رجع بقوه، لان خد مباراتين جامدين جدا. انت ما تستقل مباراه مثلا الزمالك دي لوحديها مباراه كبيره جدا تكتيكيا وحمل تبقى على اللعيب، مش مباراه سهله، لعبها بامكانيات عاليه جدا وقدر يحافظ على شباك النادي الاهلي مع المدافعين ومع الشناوي وظهر بمظهر كويس جدا. المباراه الموسم اللي جاي هيبقى من الاعمده الاساسيه، لان رامي لسه صغير وعنده امكانيات، عنده قوه وعنده سرعات كويسه في الحته الدفاعيه، السرعات الصغيره لما بيجي يقفل او بيغطي، وعنده هيدرز كويس، وبعدين بيبني هجمه كويس، لعيب كوره في كل المواصفات. فدي من المكاسب الحمد لله ان رجع من الاصابه واشتغل مع النادي الاهلي هيخش بقوه الموسم. في مؤشرات كويسه في الارقام الخاصه بالنسخه دي من الدوري المصري، البطوله رقم 41 للنادي الاهلي. عايز حضرتك تعلق عليها كابتن صديق. يعني احنا الفريق اللي استقبل مرمى اقل عدد من الاهداف، دخل مرمانا 20 هدف طوال هذا الموسم. واعتقد بس زملائنا ياكدوا لي المعلومه، انا فاكر ان احنا احتفظنا بالشباك نظيفه في عدد 11 او 12 مباراه، اكثر فريق يعني كان عنده عدد من المباريات لم يدخل مرمى اهداف، اذا كانت المعلومه دقيقه. مش بقارن بالفرق الثانيه لان مش قدامي الاحصائيه دلوقتي، لكن
احتفظنا بالمرمى بدون استقبال اهداف في عدد كبير، 13 مباراه بياكدوا لي دلوقتي زملائنا لان الاحصائيه ما كانتش قدامي. الاقل في عدد الاهداف اللي دخلت مرمانا 20 هدف، الاعلى في مرات الفوز، وان كنا لسنا الاكثر تهديفا، يعني في فرق احرزت اهداف اكثر مننا، لكن مرات الفوز 25 فوز هو اكبر رصيد من الفوز لاي فريق في الدوري. عايز حضرتك تعلق على الارقام دي. نتكلم على الحته الدفاعيه ونتكلم على حته التهديف لينا والتهديف علينا. حته الدفاعيه ان دفاع النادي الاهلي يظهر بالصوره دي، واكثر مباراه ما تحرز فينا اهداف، الدفاع كان قوي جدا وصلب وراهم حارس عملاق سواء الشناوي، طبعا بقول رقم واحد ليه؟ لان خد اكبر عدد مباريات كتيره وربنا يبعد عنه الاصابات، كان مميز ان هو عنده نسبه مشاركات اعلى من شريف واكثر من علي لطفي، فاحنا عشان كده بنقول الشناوي في الاول، مع تقدير واحترام لبقيه الحراس الثانيه بما فيهم حتى الناشئين اللي هو سليمان وشوبير، الناس اللي هي اللي طالعه اللي هم مستقبل النادي الاهلي. خط دار كان متماسك، عمل مباراه قويه جدا جدا، وكون ان هو يكون متماسك وقوي اكيد عدد الاهداف هتبقى قليله ودي تتحسب لخط الدار. نيجي لحته مرات الفوز اللي هي 25 مباراه نفوز فيها، لان احنا بنلعب كوره جماعيه والاداء الجماعي بيغلب على الطابع الفردي عندنا، والحمد لله حققنا نجاحات وبنط كتير بسبب اللعب الجماعي تيم وورك الفرقه كلها، بدليل ان الباك ليفت يسجل، السيرد باك يسجل، نص الملعب يسجل، فدي تتحسب للاعيبه النادي الاهلي. الحته اللي اقل تهديفا عندنا دروب بس خارج عن اراده اللعيبه، عندنا اصابه لروس الحربه وليد ازارو فتره كبيره جدا مصاب، قعد فتره كبيره كان بعيد، مروان قعد فتره كان مصاب، دي برضو بتقلل من نسبه التهديف. السنه اللي فاتت ازارو كان هداف الدوري اجوان، في اي وضع كان بيجيب اجوان، بينزل نص ساعه بيلعب الماتش كله، كان عنده سكور عالي جدا كان بيسجل. نفس الكلام مروان قبل الاصابه بينزل بيسجل، كان في عدد اهداف كتير. السنه دي عدد الاهداف اقل بسبب الحته اللي هي بتاعت ايه روس الحربه، رغم الناس اللي تحت المهاجمين بيسجلوا، بس طبعا لما يكون راس الحربه بيسجل بتلاقي السكور عالي جدا وبيوصل كتير، فتلاقي المحصله النهائيه في الاهداف عاليه، بس دي ما تقللش من اللعب الجماعي اللي هو مطلوب في اي فرقه في العالم. اللعب الجماعي لصالح النادي الاهلي، محصله نهائيه 25 فوز، محصله نهائيه اللي هي اعلى محصله واهم محصله سبب النجاحات، ان هي احراز بطوله الدوري، دي اللي بتادي لاكبر حصيله نقاط، احراز بطوله الدوري بيها. فدي طبعا انا بحييك ان انت يعني متابع الحته دي بتاع عدد مرات الفوز. كابتن صديق، عايز تقول ايه عن الموسم اللي جاي؟ الجمهور على ثقه ان الصفقات الجديده مع القادمين باذن الله، مع القوه الضاربه اللي رجعت مع اكتمال الصفوف وعلاج الجهاز الطبي للمصابين وتجهيزهم، اصبح لدينا مجموعه من اللاعبين تؤهلنا للمنافسه بقوه على اللقب الافريقي، والجمهور عنده الامل ده، والنادي اتكلم عن ده انه هيركز عليه في الفتره الجايه. شايف ازاي بطوله افريقيا؟ لان الجمهور على يقين ان عندنا جهاز فني ولاعبين وفي دعم لهم كبير من النادي ومن المسؤولين يخلينا مؤهلين بقوه للعوده للتالق على المستوى الافريقي ان شاء الله. بطوله افريقيا بتختلف عن الدوري العام. دوري الابطال محتاج مجهود شاق، محتاج قوه، محتاج كل حاجه غير الدوري المصري. انت بتقابل المنافسين فيهم شراسه، بتقابل فرق قويه جدا جدا عندها تدعيمات كبيره، يعني انت بتلعب في شمال افريقيا او حتى الناس اللي في افريقيا بيجيبوا لعيبه غاليه جدا محترفين بيبقوا مستعدين للبطوله وعارفين قيمه وحجم النادي الاهلي، فتلاقي الناس بتقابلك بشراسه. احنا كنادي اهلي داخلين على البطوله دي غير المواسم السابقه، هيبقى في تدعيمات قويه جدا. النادي الاهلي الحمد لله في استقرار في الجهاز الفني، هنبدا الموسم بارتياحيه، في لعيبه هتتضم ان شاء الله، في صفقات مهمه جدا جدا هتبقى في تاريخ النادي الاهلي، مجلس الاداره شغال بكل قوه عليها، دي هتدي دعم للفرقه في المشاركات والاستحقاقات الافريقيه. زي مثلا احنا داخلين على البطوله من بدايه البطوله اللي جايه هنلعب مع ما اعتقد مع اللي اسمه الفرقه مبشر، الاسم مبشر بالخير، اطلع بره ان شاء الله، يطلعوا بره في اول مباراه. يعني من بدايه البطوله داخلين بقوه، البدايه القويه هي باذن الله باذن الله اللي هتخلينا نحصل على البطوله، الاستعداد من اول مباراه، التركيز عالي جدا، عوده الناس اللي كانت مصابه وباذن الله الناس اللي هي كانت في التاهيل، الناس اللي اتحرمت الموسم اللي فات هتبقى موجوده، يعني مثلا في نص البطوله الافريقيه ممكن. هل العنصر المؤثر في جاهزيتنا وقدرتنا على المنافسه على بطوله افريقيا هو وجود بدائل كثيره كلها قريبه في المستوى من بعضها امام الجهاز الفني؟ اكيد، لان البطوله الافريقيه
عايزه بدلاء كويسين جدا على المستوى الناس اللي بتلعب اساسيين. وانا بطوله افريقيا مفيش حاجه اسمها بدلاء واساسيين، لان انت بتسجل اللعيبه كلها في افريقيا كلهم جاهزين وعلى نفس المستوى الفني والبدني وكل حاجه. حد مجهد من الدوري بديله على نفس المستوى، حد مصاب فقدته قبل اي مباراه لا قدر الله الاقي البديل على نفس المستوى، كله هيشارك. وفي ارتياحيه للمدرب. ما انا قلت لك المدرب بتاع اللي هو اللي فات ده، المعسكر اللي فات فرق معانا في جزئيه اللعيبه والاستقرار عليهم، وعملنا حاله كويسه جدا جدا، وخدوا فتره معايشه مع بعض، جم بارتياحيه على بطوله الدوري. الفتره اللي جايه هيبقى في برضه برنامج بدني اكيد قبل البطوله الافريقيه، الناس اللي كانت بعيد هتشتغل، الجهاز الفني هيشتغل عليها بحيث كله هيبقى عنده جوزيه للبطوله الافريقيه. ايه اصعب مرحله حضرتك شفتها في الدوري ده في الموسم ده؟ وهل كنت متوقع في اصعب اللحظات فنيا على النادي الاهلي بالحسابات في الدور الاول اننا هننافس بقوه ونقدر نفوز باللقب ده ولا لا؟ اكيد انا عمري ما كان عندي شك ان الاهلي مش هينافس. كان لو قلت لك الاهلي في اصعب المراحل اللي مر بيها كان عندنا ثقه في ربنا ثم في فرقه النادي الاهلي، لان شخصيه النادي الاهلي هي اللي فرضت نفسيه في الفتره دي. زي ما قلت لحضرتك كل التحديات كل الصعوبات احنا اتطرقنا فيها قبل كده، بس احنا بنعدي عليها كده بنبين حته الاصابات. الاصابات دي ما دي من اصعب الظروف اللي مر بيها النادي الاهلي. لو كانت غريبه يعني كانت استثنائيه جدا في الدور الاول الحقيقه بشكل غير مسبوق في تاريخنا كله عدد الاصابات ده في فتره واحده او في طبعا مصر. اصابات كتيره، لعيبه واحد انت لسه مشتريه بينزل يلعب ماتش يتعور، واحد تاني بيجي يلعب بيبقى ماشي كويس جدا يجي مثلا كسب الفرقه الماتش اللي بعديه يتعور، واحد تاني يروح مغبوط متعور، واحد يجي في التمرين يتعور. حاله يعني مش عايز اقول لك طبعا كله باراده ربنا، بس عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. يمكن الاصابات دي لو ما جاتش والظروف دي ممكن كانت البطوله هربت منك، مش هيبقى فيه تحديات. بس التحديات دي والصعوبات اللي قابلها النادي الاهلي هي دي اللي بتولد الرجاله المعادن القويه في الوقت المناسب. الشخصية موجودة بس اللعيب بقى هنا الشخصية موجودة عنده، حتى اللعيبة اللي جات لك جديدة من بره شافت الوضع اللي هم شافوه، يعني ايه دخلوا في الجو بتاعنا الحماس وروح القتال العالية كله بيعوض الغيابات يعوضوا الإصابات. توفيق ربنا طبعا كان معانا في بعض المباريات حتى لو الأداء كان متذبذب أو احنا بره الفورمة لازم نعترف بيه، أصلا مش هنفضل نقول الأهلي أحسن فريق في العالم ولا لعبنا كويس جدا واحنا لا، في فترة كان عندنا دروب فيها المنافسين كانوا أحسن مننا، كانت مؤثرة طبعا على الأداء سواء محليا أو أفريقيا، كان أداءنا مش مقنع. على بيراميدز جاله فترة كان متسيد وتفوق على الأهلي والزمالك وعمل مباراة كويسة، بس ما كانش عنده الروح بتاع البطولة، ما عندوش الإمكانيات بتاعتنا أو الاستمرارية اللي موجودة عند النادي الأهلي. الشخصية بتاعتنا هي اللي بتكمل، ما كملش. الزمالك من أحسن المواسم اللي لعب فيها كورة في فترات معينة بس جه في الآخر هربت منه ظروف بقى. وأنا ضد إن يقول لك إيه الزمالك ساهم في الاهلي ياخد البطوله، لا هو الاهلي ده كان لما مؤاخذه قاعد بيتفرج على التلفزيون، الاهلي اجتهد واشتغل ولعب وكسب وحصيله النقاط اللي حصلنا عليها في الدور الثاني بتدل على شغلنا وانعكاسه على الجهاز الفني ومجلس الاداره وشغل الفريق كله. بص ازاي انعكس على اننا نجمع اكبر عدد من النقاط في الدور الثاني. كابتن محمد الاهلي ساعد نفسه، اخدم نفسك بنفسك. وبعدين هقول لحضرتك حاجه، هو حتى لو سلمنا بانه ما يقال ان تاثر اي منافس بيفيد البطل، طب ما ده موجود في العالم كله. ما في فرق بين اي نقطه بيفقدها صح. واحد من الكومبيتيتورز بالظبط. الدوري الانجليزي مع الفارق طبعا عشان ما حدش بيقول بتشبهه، الدوري الانجليزي اقوى كتير وبينفق عليه اكتر وقيمته التسويقيه اعلى والفنيه وكل حاجه، لكن بالحسابات فكره المنافسه بين اربع فرق في اي دوري في العالم اوروبي او افريقي او عربي، كل واحد من المتنافسين على اللقب بيستفيد من كل دروب. دي ميزه لأي كويسة. منافس دي ميزه كويسه، ده لا يعيب البطل في شيء يعني. ما ده اللي حل البطوله. ما انت لو انت بتلعب معكش منافسين صدقني الدوري هيبقى رخم. دي طبيعه المنافسه في العالم كله، ودوري ملوش اي لازمه ولا طعم. حتى التوسوق بتاعه كله هتلاقي، انما الفرق اللي حصل لها دروب لمصلحه النادي الاهلي، الاهلي اجتهد واشتغل على لعيبته واللعيبه بتقاتل وكسبوا مباريات كتير. فاحنا طبعا بنقول لهم هارد لك لكل الفرق اللي ملهاش نصيب. وعلى فكره اللي بينافس الاهلي او بيتفوق عليه في اي فتره من الفترات خلال موسم من المواسم او في سنه من السنين لو خد بطوله كان مشارك فيها النادي الاهلي، ما كانش بيستفيد هذا المنافس او ذاك من ان النادي الاهلي كان في دروب في الوقت ده وبيفقد نقاط. ما دام ما بيقللش من حق اللي فاز يعني انا بجتهد، النادي الاهلي اجتهد زي ما حضرتك قلت صلح عيوبه الفنيه وجمع نقاط بشكل كويس طبعاً. وكان عنده التارجت
عالي جدا انه يفوز باللقب ويعدي المرحله الصعبه أكيد. وبيستفيد من اي دروبات لاي منافس في أكيد. نفس الوقت أكيد. كل دي عوامل بتؤدي للفوز ده وفي الاخر طبعا. المحصله النهائيه الحمد لله الاهلي خد البطوله عن جداره واستحقاق وعمل موسم بالنسبه لنا وجهه نظري وكل جماهير النادي الاهلي موسم زي هم بيقولوا استثنائي انا بقول استثنائي في الاصابات ان شاء الله مش هتتكرر انما فنيا الاهلي عمل كل حاجه ووصل للحاجه اللي هو عايزها وعمل فارق نقاط بينه وبين المنافسين دي تتحط في التاريخ في الاحصائيات دي من اغلى البطولات للنادي الاهلي. طيب حضرتك بتتمنى ايه مع انطلاقه الموسم الجديد محليا وافريقيا من النادي الاهلي مجلس اداره ومسؤولين عن ملف الكوره وجهاز فني ولاعبين؟ طبعا الاستقرار اهم شيء بتمنى يكون في استقرار للفرقه زي ما حصل في نهايه البطوله دي ومن بدايه التدعيمات يكون في استقرار للجهاز الفني طبعا الاستقرار ده اللي بيوجده مجلس الاداره وهم مش مقصرين جدا جدا بالنسبه للتدعيمات والحاجات دي الناس ان شاء الله بتمنى المصابين دول يكون رجعوا اللي هم اضافه للنادي اللي هم اتحرموا ان هم يكملوا مع النادي الاهلي اللعيبه تركيزهم يكون عالي من اول البطوله الافريقيه ومن اول بطوله الدوري العام بتمنى عوده الجماهير دي بتدي باور لان انا بصراحه حزين المباراه الاخيره ان الاهلي كده يتوج ومفيش جماهير تخيل الملعب فيه 60 70 الف جماهير النادي تبقى موجوده كانت تبقى فرحه مميزه جدا جدا فالسنه الجايه بتمنى الاستقرار يعم النادي وربنا يبعد عنهم الاصابات وتدعيمات تكون على مستوى عالي ويبقى فرقه النادي الاهلي تكون احسن من الموسم اللي فات باذن الله ان شاء الله. طيب وعلى مستوى ترتيبات وتنظيم وانتظام مواعيد المسابقات والبطوله دي نرجع بقى للتنظيم والحاجات دي بتمنى طبعا اشوف اتحاد كوره يكون مميز على مستوى عالي يكون في انتخابات يعني على قد مستوى الحدث الناس اللي جايه دي اللي هم بيقولوا متطوعين اللي هيخشوا انتخابات الجمعيه العموميه كل واحد يختار واحد للمنتخب لمصر او لاتحاد الكره المصري يكون عنده من جواه عنده قناعه ان هو جاي يخدم لعبه كره القدم مصر سواء الاختيارات الجمعيه العموميه لما يختاروا حد او يرشحوا حد يكون في ضمير في الاختيارات لان لو جابوا مجلس اداره لمنتخب لاتحاد الكوره مجلس اداره اتحاد الكوره اللي هيجي جديد ربنا يوفقهم ايا كان واي اسامي يا كابتن يشتغلوا سيبك من نغمه ان انا متطوع يجوا يشتغلوا عشان يخدموا مصر يخدموا البلد احنا حرام اللي اتعمل فينا في بطوله الامم الافريقيه الدنيا كانت بايظه من قبل ما يلعبوا انا من ضمن الناس انا اتسالت هنا في قناه الالف كذا قناه ايه رايك في الاختيارات قلت لهم الاختيارات لو غلط هتنعكس عليهم هيطلعوا بصوره غير مشرفه وهيتبهدلوا كسبوا الناس هتفرح بيهم بس برضه ممكن ربنا عمل كده والخساره دي جت عشان الدنيا تتظبط انت عارف لو منتخب خد البطوله كان هيبقى الوضع كما هو عليه ممكن تلاقي الدنيا فيها مفيش انضباط هتلاقي فيه فساد دلوقتي لما يجي اتحاد كوره لو في حد من الناس اللي مشيت هيخدم البلد دي وكويس يا مرحب بيه انا مش عايز اقول كلهم وحشين حرام في ناس ممكن بتادي او ناس لسه جايه جديده عليهم ممكن عندهم حاجه يقدموها لمصر او الاتحاد بس انا الانديه هي اللي غلطانه انت مش في جمعيه عموميه مش الانديه دي بتدي الصوت الكابتن محمد عشان يترشح خلي عندك ضمير ما ترشحش حد عشان مصلحه شخصيه الا لو كان الانسب للمكان ده ولا الاكثر المؤهل حقيقي للمكان يكون مؤهل يخدم البلد يخدم المنتخب بالاختيارات انا حزين جدا لما واحد مثلا زي الكابتن هاني رمزي قال اصل كابتن المنتخب مش على قد مسؤوليه اطلع قبل ما البطوله تشتغل اطلع ده انت ممكن لو في حاجه اتكلم عشان الراي العام يبقى انت تلفت نظره الناس تقدر تصلح قبل ما نبقى في خراب او مالطة. على اقل تقدير حاولوا تحلوا ده كله في اجتماعاتكم في الغرف المغلقه ما ينفعش من قبل البطوله يعني عشان نحل المشكلات دي عشان نوصل للهدف المرجو منه يبقى عندنا منتخب قوي وبرده انا ضد الناس اللي هي بتقلل من كفاءه محمد صلاح محمد صلاح احسن لعيب كوره جه في تاريخ مصر لا هيجي قبله ولا بعده من انجازات من رفع اسم مصر اكتر واحد رفع اسم مصر محمد صلاح ما تجيش تقول اصل مش عارف فلان شرف العرب لا اللي شرف العرب صح محمد صلاح اخلاقيا سلوكيا فنيا في الملعب هداف جاب بدوري الابطال ما ينفعش احنا نيجي واحد يطلع يتكلم عليه وحد ينقده عشان يداري على ناس تانية في اتحاد الكرة او في اي نادي لا ما ينفعش يعني حضرتك مع الاراء اللي بتقول ان محمد صلاح ظلم في البطوله طبعا دي لانه ظلم. المنتخب ما ساعدوش ظلم. سواء جهاز فني او لاعبين الاداء ما كانش مخليه يقدم افضل ما عنده كابتن محمد ظلم حضرتك مع الراي ده طبعا معاه ونص وكل الشعب المصري اللي بيعرف كوره الناس اللي عندها ثقافه ده محمد صلاح اتظلم هو ده منتخب ده مش منتخب الاختيارات كان في لعيبه مميزه كانت لازم تروح
محمد هاند كان لازم يروح، لازم يروح منتخب. مين عمرو السوليه كان لازم يروح منتخب. بقول لك على الناس، الولد اللي هو بتاع الزمالك ده عشان يديله حقه، عشان نكون منصفين، عبد الله جمعه ده لازم يروح المنتخب. لما انت الباك ليفت او الباك رايت، في ناس جابت جوان، بس معلش يعني انت بتلعب في مصر. شفت الباك ليفت بتاع الجزائر اللي هو خد احسن لاعب في البطوله؟ شفت الثلاثه اللي في الجزائر، بونجاح واللي هو الثاني محرز واليوسف بليلي، اربعه يدغدغوا اي حد. المدرب مع التحفظ عليه ببعض الحاجات، عنده روح قتاليه عاليه، الفرقه جايه تاخد بطوله. في المنتخب بتاعنا قاعدين نايمين بره، كل الجهاز الفني والناس اللي كانت مسؤوله عن المنتخب كانوا نايمين في البطوله دي. وفي الاخر تقول المدرب ما ينفعش؟ لا، انا بتكلم بما يرضي الله مصر. حضرتك شايف انه لا يتحمل هذا الفشل اجاري بمفرده المدرب؟ لا، اللي جاب اجاري هو اللي اتحمل. لما بقول لك واحد، بقول لك ايه، اصلا ما كنتش جايبه، كنت جايب واحد تاني، اتفاجئت لقيتهم جابوه. استقيل، قول انا مستقيل. على الاقل لما هم يفشلوا يبقى انت تطلع بطل، مش تسكت يبقى انت ضعيف. المنتخب دول هم بصراحه بهدلوا الناس، بهدلوا الشعب المصري. اعظم بطوله اتنظمت في تاريخ مصر، بس فنيا لمنتخبنا افشل منتخب لعب في تاريخ مصر، ولا كلامي غلط؟ لا لا لا، دي اراء كتير قوي. انا ما تفرقش معايا، انا بتكلم، لكن على مستوى كرة. التنظيم وشكل خروج البطوله الكل كان فخور بيها وسعيد بيها. انا بحيي محمد فضل، وبحيي اي حد يساعد محمد فضل في هذا الكوره. كل ده في اجهزه كتير اشتغلت على التنظيم. المنظومه، انا بقول لك اهو، في ناس، لكن فنيا الحقيقه كان في اخفاق. اللي جاب محمد مزمولة. اللي جاب محمد فضل انا بحييه جدا ان عمل بطوله مميزه منظمه. في ناس في الاتحاد كويسين، ما انا مش عايز اجمع كله، بس في الاخر الفشل بياخد كله. فيا رب ان نستوعب الدرس. لكن ما بتتكلمش عن افراد، بتتكلم عن حصيله العمل والانتاج نفسه. يعني انتاج الاتحاد وادارته الملف في الكوره. انا بتكلم، طب ايه اللي مطلوب؟ نطور الكوره المصريه ازاي؟ لو قلنا عناوين سريعه، طبعا ماشي. الوقت ده محتاج حلقات. الانتخابات يعني اولا، دي حضرتك اتكلمت عنها، تكون نزيهه، انتخابات شريفه، اللي يدي صوت يدي اللي يستاهله. لازم يكون في احتراف في مصر، لازم يكون في تنظيم، لازم يكون في بطوله دوري في ميعادها، المؤجلات واللخبطات والدنيا دي كلها، اي استحقاقات خارجيه داخليه يكون في منظومه من الاول، كل حاجه منظمه، في اجنده. ما تجيش بعد الدنيا ما تخرب، اصل فلان عايز ياجل بالتليفون، اصل فلان زعل، اصل ده يتسحب عشان عمل كذا. النادي الاهلي لما الكابتن الخطيب اتكلم مصلحه مصر قبل مصلحه النادي الاهلي. انا العب في اي وقت طالما النظام يمشي على الكل، المنظومه سليمه. ولا لا، اديني حق النادي الاهلي بس، اتكلم على المنتخب، على مصر كلها، في التنظيم، في الاجنده بتاعه الاتحاد. ما تجيش تلخبط الدنيا ببعضيها، كل ده مش هيصلح حاله الا لما تنظم البيت. في اولاد بيطلعوا كويسين، غير اللي اذا الاب يكون مربيهم ومعلمهم وماشيين عندهم نظام في البيت، ولا بيطلعوا كده لوحديهم بيبقوا مثلا كويسين او وحشين. لا، في الاب بتاع الكوره، يعني الاب بتاع الكوره، اتحاد الكوره ده الام المسؤول عن المنظومه كلها. بس للاسف الشديد انت بتيجي تتكلم تاني يوم بتلاقي الدنيا اتلخبطت، وتلاقي برضو ناس باراشوت راحوا راجعين تاني. يبقى الوضع كما هو عليه، بس الموضوع الاستقالات وان كله استقال، انا شايف انه بادي الدنيا ماشيه صح. ان انا شايفها جايه بصراحه، جايه في محلها. مع السلامه كل اللي موجودين بره، اللي كفاءه عايز يرجع. اللي ما كانش كده، لان اقول لك على حاجه، عارف لو ما كانش في استقالات، لو الدنيا اتقلبت ما كانش حد هيمشي. هات لي اسم كده اقول لك، ما حدش كان هيمشي. لو الدنيا اتقلبت في مصر ما حدش عايز يمشي من مكانه، انما طالما في حاجه رسمي خلاص كله بقى شكرا وان شاء الله. طيب انطلاقا من حديثك بشكل عام عن تطوير منظومه الرياضه في مصر يا كابتن صديق، هبعد بيك شويه بره كره القدم، لان ما اقدرش نبقى قاعدين بنتكلم والكوره جزء من الرياضه، واحنا بنتكلم عن مستقبل الرياضه في بلدنا بشكل عام. لابد ان نحيي الجهاز الفني واللاعبين اللي حصلوا لمصر على المركز الثالث، برونزيه كاس العالم للشباب لكره اليد. والناس في الشارع المصري بتتكلم عن خريطة الرياضة والإنفاق عليها، إن دي المنتخبات ودي الأجيال اللي أبدأ أودي لها النفقات وأودي لها الدعم المالي وأصرف عليها وتشارك في معسكرات عالمية، طالما الجيل ده مؤهل إنه ينافس وياخد كأس العالم. كرة اليد، حضرتك إيه؟ كرة اليد قبل أي حاجة، أنا بحيي المسؤول عن كرة اليد. اتحاد كرة اليد اتحاد محترم جدا، اتحاد منظم، اتحاد واعي، عنده ثقافة، بيعملوا كل حاجة، كل رجل مناسب في المكان المناسب، أجهزة فنية، اختيارات اللاعبين، ظهروا بصوره مشرفه جدا جدا ان هم يطلعوا ثالث على العالم. يعني دي حاجه مبشره بالخير، في مستقبل لكره اليد في مصر. نفسي ان كره القدم تتعلم من كره اليد. بالنسبه للناس المسؤولين، المنظومه اللي هي بتبقى موجوده، فانا بحيي كل المسؤولين عن كره اليد، من اجهزه فنيه، من اتحاد كره اليد، من لاعبين،
كل المنظومه كامله بتاع الكره، حتى كره اليد الفريق الاول مش اللي هم الاولمبي او الناشئين اللي كان مثله مصر. من ساعه ما انا يعني متابع من ايام حتى الدكتور حسن مصطفى لما كان في اتحاد كره اليد، كره اليد مميزه جدا جدا في مصر. ساعه ما كان الكابتن جوهر نبيل كان بيلعب، ده وعده مركز في النادي الاهلي، واحد من افضل اللاعبين طبعا، من افضل لعيبه في تاريخ مصر، وواحد من اللاعبين المصنفين عالميا كمان. واللعبه كمان في النادي الاهلي عناصر مميزه جدا جدا طبعًا. في نادي الزمالك زي احمد الاحمر، يعني في لعيبه في مصر في كره اليد مميزين. لما يظهر جيل بالامكانيات دي في مرحله الشباب، مش ده النهارده لازم يكون اولويه لاداره الرياضه في مصر وللانفاق على الرياضه، ان انا استثمر في الجيل ده؟ نتوجه بقى السؤال ده لوزير الشباب والرياضة، رجاء الاهتمام بالألعاب الأخرى مش كرة القدم بس، زي كرة اليد لازم نعطيهم كل الإمكانيات، كل التسهيلات إن هم يعملوا منتخب قوي، ونساعد اتحاد كرة اليد فعلا الواحد يكن لهم احترام والتقدير وننحني ليهم. بيعملوا في صمت، بيعملوا في صمت، مفيش أي هنا وهنا إعلام وبتاع وفضائيات، لا شغالين برضو على مستوى كرة السلة. ومنهم أربعة من نجوم النادي الأهلي المميزين، فريق الشباب ضمن منتخب الشباب لكرة السلة، فاز بكأس الأمم الأفريقية للشباب لكرة السلة. الجيل ده محقق نتائج أفضل من المنتخب الكبير، يعني بيمثل مستقبل حقيقي وطفرة فنية في كرة السلة. فلازم نشوف الخريطة بتاعتنا، مين مميز سواء لعبات جماعية أو ألعاب فردية، والمميز ده نبدأ نصرف أكتر وننفق أكتر وندعمه ونجهزه فنيا. ما أنا قلت لحضرتك مش كرة القدم بس، كل الألعاب بما فيهم كرة السلة، أنا قلت لك السلة، كرة اليد، الطايرة، حتى في ألعاب فردية مثلا زي الاسكواش، لا الناس مهتمة لما يلاقوا حد بطل أو حاجة، لا الاتحادات أو المفروض وزير الشباب والرياضة والمجلس على الشباب والرياضة في تدعيمات للناس دي تستاهل. أنت الكرة بياخدوا حقهم زيادة تالت ومتلت من معسكرات، عارف قمة لما أنا يعني أنا ليه كابتن، أنا آسف وأنا بعتذر لو كنت لفظ طلع غلط أو اتشديت أو بتكلم بعصبية، انا من لمصلحه مصر، من حبي في مصر، من ساعه ما كنا في كاس العالم يا كابتن، احنا نتغلب من السعوديه نروح لكاس العالم ما نجيبش نقطه، نتغلب يعني ده تمثيل. البشائر كانت من هناك، البشائر كانت هناك. حضرتك طبعا بتتكلم كمان بشكل لا ينتقص من شان اي منتخب عربي او اي دوله افريقيه، بس حضرتك بتقول ان المقومات طبعًا وعدد المحترفين اللي عندنا واسمائهم عالميا طبعًا كانت تؤهلنا لنتائج افضل في المجموعه. البدايه مش تقليل من شان اي منتخب، لا وحتى لو كلمت على اي منتخب انا بخافش، انا بتكلم فرق بيننا وبين السعوديه كتير في الكوره، وانا بغلط. لا حضرتك شايف ان احنا كنا مؤهلين في المجموعه طبعًا دي، ان احنا نتائج افضل. السعوديه كانت احسن مننا مع الامكانيات البشريه اقل مننا اللي هي اللعيبه. لعيبتنا كانوا مميزين، المفروض ان هم كفتهم ارجح في الماتش. عندك منتخب قوي جدا جدا، هم سبقونا. الامكانيات الماديه ممكن يكون عنده اعلى، بس فنيا انت اعلى، بس في الملعب السعوديه كانت احسن منك مليون مره، بدليل ان هو كسبك. انت دخلت اداء جماعي، التيم ورك وشغل المدرب قدر يتفوق عليك. رحت هناك جيت لا حول ولا قوه الا بالله، دي بدايه الفشل، بس الناس ادارت. طيب هل حضرتك ما دام اتكلمت بقى بالصراحه دي عن ادائنا الفني في كاس العالم، هل كنت مع الاراء اللي بتقول ان احنا يعني ميشن اكومبلشد، ان احنا حققنا الهدف التارجت اتحقق بمجرد الصعود للنهائيات، ولا كان المفروض يبقى سقف طموحنا ابعد من كده؟ طالما المجموعه كانت اوروجواي والسعوديه وروسيا، كنا فنيا عندنا فرصه نتخطى الدور الاول، يعني الناس كان عندها طموح اكبر من كده. سقف الطموح ان انت توصل كاس عالم دي خلاص اتلغت من ايام سنه 90، كابتن جوهر عمل الانجاز وخلاص. احنا دخلنا ما بعد الانجاز، ان انت بقى عندك تطور في كره القدم، عندك محترفين كتير، عندك لعيبه على مستوى عالي بيلعبوا في اوروبا. الاول ما كانش في حد بيلعب في اوروبا، كابتن جوهر خد اللعيبه عمل لهم معسكرات، كان بيروح اسوان وبيروح الجبل في الطريق الصحراوي وراح المانيا. دلوقتي انت عندك امكانيات اعلى وعندك محترفين اكتر من الاول، بس الروح اللي كانت موجوده الاول وكان لعيبه مهتمين وكان في مدير فني قوي. يعني الزيرو نقط، ثلاث هزايم، ما خدناش نقطه واحده حتى بتعادل واحد في مجموعه زي ما حضرتك وصفتها، بدون ذكر اي منتخب طبعًا. بتكلم بشكل عام عن منتخبات المجموعه انها ما كانتش افضل مننا، منتخبات فنيا ما كانتش حتى لو مجموعه قويه بفارق كبير عن المنتخب حتى المصر. لو مجموعه قويه انت عندك منتخب بقى مصنف، عندك منتخب قوي، عندك لعيبه محترفين. ما تروحش تجيب مدرب معلش يعني جاي يرص الناس كلها ورا، ما تجيبش مدرب على السي في ويكون ضعيف في الملعب. يعني اللي فات وده قاعدين بره لا حول ولا قوه الا بالله، والجهاز الفني قاعد نايم بره. في لوغاريتم احنا بنختار المدربين على اساس ايه؟ خصوصا ان احنا ما بندفعش رواتب قليله، يعني الدخول عاليه جدا، ممكن تصل لشريحه من المدربين فنيا افضل من كده شويه، يعني في حاجه المدربين اللي مش مفهومه في طريقه اللي مسكوا منتخب يعني مصر. المدربين اللي بيجوا اللي اختيارات خاطئه سواء للمدرب
او للعيبه. ده ملف لو اتكلمنا عنه يعني اتكلم عن اصلاح الكوره في مصر. بصراحة. لا لا طبعا، وعلى فكره اللي حضرتك بتقوله انا ما جرحتش في حد كابتن محمد، ما جرحتش في حد كابتن صديق. كلام حضرتك كلام يعني متزن جدا ومحترم جدا. احنا دايما بنبقى حريصين ان احنا ما نتحدث بشكل يقول اننا بنقلل من شان حد. لا. بنقول ان احنا اللي اخفقنا في البطوله دي ولم طبعا. نقدم في نهايات كاس العالم ما كان مرجو مننا وما يليق بحجم وقدرات العناصر الموجوده في منتخبنا زي ما حضرتك قلت. رغم ان المجموعه بكل المقاييس ما كانتش مجموعه صعبه، على اقل تقدير كانت مجموعه يعني متوسطه في المستوى. عشان كده انا قلت لحضرتك ايه في النهايه، دي بشاير لما يكون في دروب لو انت صلحته كنت دخلت. لا ده على الأمم الأفريقية. صفر صفر نقطة من 9 نقط وثلاث أزايد. الأمم الأفريقية أنا مش عايز أتكلم في السلوكيات، مفهوم. المنتخب الحاجات الإيجابية هتعلي فوق، الحاجات السلبية هينزل تحت. طبعا مفهوم، وأعتقد الكل كل اللي بيتابع حضرتك دلوقتي بيتفق معاك في الآراء. خلينا نختم بحاجة إيجابية بعد ما تطرقنا لسلبيات كتير. هرجع وأقول كلمة أخيرة عن النادي الأهلي ختام الموسم، الدرس اللي الكل ممكن يتعلمه من الفريق البطل اللي بيقدر يتخطى الصعاب كلها ويعمل عملية إحلال وتجديد مع في نفس الوقت اللي ما بيفقدش فيه البطولة زي ما عملنا الموسم ده والحمد لله. الحمد لله الأهلي استفاد من البطولة دي، والأهلي زي ما عودنا زي ما قلت لك الاستقرار أولا، والاستقرار وعدم التغييرات كتير، والثقه باللعيبه والثقه بالجهاز الفني دي بتولد النجاح. والظروف اللي حصلت دي كلها، انت قلت بدايه حديث حضرتك ان الاهلي لما غير مدرب جه حصل شويه حاجات، ممكن يغير مدرب التاني، قلت لك لا، ان الاهلي عنده الثقه وعنده من الخبرات اللي تؤهله يدير اي موقف قدامه. فالحمد لله احنا استفدنا كتير كتير من الموسم ده من كل النواحي، حتى من الاصابات استفدنا منها، استفدنا من عمليه الروتيشن، تغيير اللعيبه، استقدام اللعيبه اللي بتجي لنا، الحاجات اللي بتيجي مثلا من بره، الاختيارات سواء على الافارقه او اي حد يجي على النادي الاهلي، كل دي ان شاء الله باذن الله. والقادم افضل كمان، حضرتك بتتوقع اختيارات وعناصر تضيف للقوى الموجوده في النادي الاهلي؟ اكيد الاهلي بيعمل كل ما بوسعه يهيئ المناخ ويجيب احسن لعيبه للنادي الاهلي اللي هم يرفعوا اسم النادي ونخش على البطوله الافريقيه بقوه، وباذن الله ان شاء الله نحرز اللقب السنه دي ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا، بنسعد بوجود حضرتك معنا دايما على شاشه قناه الاهلي ومن الاهلي ليله الكابتن صديق الجمال واحد نجوم الكره المصريه ونادي الاهلي سابقا. شكرا جزيلا لك كابتن حبيبي. يا كابتن محمد اشكرك جدا، وبهني مجلس اداره والجهاز الفني، وان شاء الله من الاهلي من انتصارات لانتصارات ومن بطوله لبطولات ان شاء الله باذن الله. وبنضم صوتنا لصوتك كابتن صديق، مبروك مره ثانيه لكل المسؤولين في النادي الاهلي، اعضاء مجلس الاداره والمسؤولين عن ملف كره القدم تحديدا، وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الاداره، وان شاء الله القادم افضل، ودعم جماهير النادي الاهلي دائما وثقتهم بلا حدود في قدرات النادي الاهلي وجهازه الفني ولاعبيه، وده اللي انعكس على ثقه الجماهير اللي قالت هننافس واتفقت في الراي مع مجلس الاداره ومع الجهاز الفني اللي قال مع الاحلال والتجديد لن نفرط في البطوله وهننافس عليها، وما تحقق هو ما تحقق في نهايه هذا الموسم بفضل الله سبحانه وتعالى، الفوز باللقب البطوله رقم 41، وايضا الفوز في القمه الخاصه او البطوله الخاصه ومباراه القمه والديربي المصري الاهم دائما ابدا بين الاهلي والزمالك بصرف النظر عن حسابات النقاط واذا كانت المباراه مؤثره في البطوله وفي اللقب من عدمه. خلينا نختتم هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعه، ومبروك لجماهير النادي الاهلي دائما ابدا اللاعب رقم واحد في صفوف النادي الاهلي، ودعمها يؤثر على كافه المستويات في تالق الفريق مع النسخه القادمه من الدوري المصري والبطولات المحليه، وايضا حلم العوده لكاس العالم للانديه ان شاء الله تكون النسخه القادمه الاداء فيها مختلف والظهور الاهلاوي افضل كثيرا من البطولات الاخيره على المستوى الافريقي او دوري الابطال الافريقي، وننافس ونستطيع الوصول النهائي والفوز باللقب ان شاء الله. بشكر حضراتكم على المتابعه، لكن ابقوا معنا، فقراتنا مستمره من خلال الاهلي الليله والحوارات القادمه مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله ومكملين في الفقره الحواريه الثانيه، ويعني يوم كان مهم جدا ويوم كان حاسم ويوم كان سعيد بالنسبه لكل الجمهور الاهلاوي، وهو الفوز بالقمه رقم 118 على حساب نادي الزمالك بعد الفوز بلقب الدوري العام على حساب نادي المقاولون العرب. اكيد هنتكلم عن لقاء القمه وهنتكلم على الاحداث و كل الأخبار والجزء الفني أيضا مع واحد من نجوم النادي الأهلي، وهو أحد الأجنحة الطائرة في النادي الأهلي سواء في مركز الظهير الأيمن أو الجناح الأيمن، وهو الكابتن أحمد صديق. كابتن أحمد برحب بيك والحمد لله على السلامة ومنور.
ربنا يخليك يا عمر، الله يسلمك. الحمد لله وحشنا كتير، ودايما بنكون مبسوطين لما تكون موجود معانا، يعني قيمه كبيره واضافه لينا دايما في الجزء الفني اللي بنتكلم فيه. ربنا يخليك يا عمر، انا سعيد بوجودي معاك النهارده يعني، وانت كمان وحشني جدا يعني. طبعا في البدايه كابتن، يعني اكيد ببارك لك وببارك لكل الجمهور الاهلاوي على فوز مهم على نادي الزمالك، فوز معنوي وفوز نفسي وفوز تاريخي، كل اللي عايزين نقول هنقول فيه، لكن اكيد القمه من وجهه نظرك وفوز النادي الاهلي بعد حسم لقب الدوري في اقل من 3 ايام، اعتقد ان حاجه مهمه جدا، فعايز اعرف تابعت المباراه وشفتها ازاي. انا كنت شايف انها طبعا في البدايه طبعا ببارك طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وجهازه الفني واللاعبين وجمهور النادي الاهلي طبعا، اللي اكيد كان مستني المباراه دي باشتياق جامد جدا، خصوصا بعد كل الاخبار والكلام الكتير جدا اللي كان بيتقال في بدايه الموسم وفي وسط الموسم وقبل مباراه القمه. فده البدايه. طبعا مباراه القمه كانت مباراه مهمه جدا، يعني بتكمل سعاده الجمهور النادي الاهلي وجهازه ومجلس ادارته بحصوله على بطوله الدوري، لانها كانت بطوله صعبه جدا، بطوله استثنائيه. بتتكلم في بطوله بتقعد اكتر من سنه، موسم طويل جدا، في احداث كتيره جدا، في اشتباكات كتيره جدا بتصريحات كتيره من مسؤولين. ففي النهايه انك بتحصل على بطوله الدوري بعد كل الكلام الكتير، بعد اصابات كتيره جدا داخل فريق النادي الاهلي، لما تاخد بطوله زي كده في الظروف دي فاكيد بتبقى بطوله مهمه جدا يعني. طيب اكيد عايز اتكلم معاك في الجزء النفسي اكتر من الجزء الفني الاول، وعايز اتكلم معاك كمان على القمه بالنسبه للكابتن احمد صديق، لكن في البدايه عايز اسالك على حسم لقب الدوري قبل مباراه القمه. هل ده كان في صالح النادي الاهلي وهو ده اثر على النادي الاهلي نفسيا وخلى لعيبه النادي الاهلي عندها روح وحماس واصرار على تكمله سلسلة الانتصارات والفوز وإهداء فوز مهم جدا لجماهير الأهلي والعكس لنادي الزمالك، ولا لو كانت مباراة القمة لم يتم حسمها أو اللقب الدوري لم يتم حسمه إلى مباراة المقاولين وكانت هتبقى مباراة الزمالك كان هتفرق مع الفريقين؟ لا طبعا بالعكس، يعني أكيد حسم النادي الأهلي بطولة الدوري قبل مباراة القمة ده أثر بالإيجاب على النادي الأهلي طبعا. بتلعب داخل مباراة وانت يعني بطل الدوري، بطل الدوري اكيد بيدي ثقه اكبر بكتير جدا لعيبه النادي الاهلي. يمكن كلنا قبل المباراه كنا بنتكلم ان اكيد لعيبه نادي الزمالك اللي مضغوطه اكتر، محتاجه تعمل حاجه لجمهورها بعد ضياع بطوله الدوري. هم كانوا قعدوا فتره طويله جدا متصدرين الدوري، بناء على كده شفنا مباراه فنيا ما كانتش بالشكل الكافي المرضي، لكن انا كنت شايف ان على قد كده، ان رغم ان النادي الاهلي كان هو حسم بطوله الدوري ومع ذلك انا كنت شايف انه اكتر تركيزا اكتر اصرارا وقوه على حسم الثلاث نقاط، وده كان واضح جدا. يمكن انا كان في لقطه كانت مهمه جدا بالنسبه لي لعلي معلول في الدقيقه 60، في كره كده شالها من قدام حمدي النقاص تقريبا، يعني لو شفت الاصرار والقوه وهو بيعمل كده بعد الكره اللي طلعت كوره، بتتكلم في حد لو المباراه عاديه او مباراه محسومه، لا الموضوع مش كده خالص، واخد دوري ومع ذلك مباراه كره ممكن تبقى عاديه جدا، ومع ذلك شفت الاصرار والقوه انه عايز يشيلها، اصرار وحماس، وحتى بعد ما شال الكره بالطريقه دي ده ياكد لك ان المباراة الودية زي الرسمية زي حسم بطولة الدوري زي مباراة ملهاش لازمة، كل واحد بالنسبة للعيبة النادي الأهلي. عشان كده شفنا مباراة بالتركيز بقوة وإصرار من النادي الأهلي إنه يحسم ثلاث، ياخد الثلاثة بونت دول، يعني كانوا فارقين بشكل كبير جدا يعني. طيب أنت راجل لعبت أهلي وزمالك وراجل كنت موجود جوه النادي الأهلي وراجل مريت حتى بلقاءات الزمالك وبالأجواء، ويعني القمة دايما بتكون مباراة مميزة، لكن عايز أسألك وتقول لي، هل ممكن لو قلنا على مباراة القمة هي بطولة خاصة ما بين الفريقين يعني غير بطولة الدوري، ولا نقول عليها ان هي مهمة تاريخية، يعني التاريخ ما بين الفريقين بيقول ان قمة وكلاسيكو مصر ما بين اهلي وزمالك ده حدث تاريخي، ولا هي بطولة خاصة لما الفريق بيكسب التاني كده بالنسبة له اخذ بطولة، فدي حاجة ترجع لك بما انك كنت موجود جوه الاحداث، فتصنفها ايه؟ هل هي مباراه تاريخيه ولا مباراه وبطوله خاصه؟ يعني انا شايف انها مباراه جماهيريه اكتر من تاريخيه او مباراه او مباراه خاصه او قمه خاصه او بطوله خاصه، انا شايف انها جماهيريه اكتر، تاثير المباراه دي جماهيريا اكتر من اي شيء تاني. يعني تاريخيا طبعا، بس احنا عارفين ان الكلاسيكو في العالم كله مهم جدا وكل الناس بتستناه. لكن بيجي اوقات يا عمر يعني مع احترامي الكامل يعني انك بتلاقي مثلا فرق 10 بونت وفي مباراه بين الاهلي والزمالك، طب تبقى قمه ازاي؟ يعني انا شايف هنا بقى يعني هو ده اللي بيخلي الواحد يعني ده اللي بيزعل شويه، مباراه قمه اول دوري ثاني دوري تقدر تقول مباراه قمه ايا كانت الاسماء، لكن احنا طبعا عارفين التاريخ الكبير لنادي الزمالك وجمهوره طبعا واسمه الكبير. عشان كده انا يعني لا، مباراه قمه لو تحدد مركز بتفرق في مركز بتفرق في ترتيب تقدر تقول عليها مباراه قمه،
لكن من اللي احنا شايفينه يمكن في الفترات الاخيره انا شايف انه بقى العادي ان النادي الاهلي بيكسب الحمد لله. بقى لنا فتره سنين طويله جدا يمكن تلاقي 10 مقابل واحد مكسب النادي الاهلي. فلا يعني انا مش شايف انها ما بقتش حتى مباراه قمه بالقوه لان النتائج هي اللي مأثره عليها. طب كل دوري في العالم، احنا كل دوري في العالم عنده مباراه كلاسيكو وعنده مباراه قمه. هنا في مصر اهلي وزمالك. طيب تمام، لو حضرتك بتقول او بتصنف على اساس ان الاهلي والزمالك الاهلي اعتاد على انه يفوز، طب هنلعب، طب الاهلي هيلعب مين عشان تبقى قمه؟ احنا بالنسبه للجمهور يا كابتن احمد بالنسبه له فوز على نادي الزمالك مهم جدا 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 طبعًا، ولا غنى عن الفوز طبعا. نادي الزمالك ايضا كل جمهوره عايز الزمالك يفوز على الاهلي، وبالتالي اكيد لما كنت موجود في الملعب وتشوف الجمهور، الجمهور بيكون مختلف في يوم ماتش القمه، الحماس، اللعيبه نفسها، ممكن واحد يكون يعني فرحان انه مثلا موجود في كل الماتشات وممكن او بيريح في بعض الوقت، لكن ماتش الزمالك ما يريحش. انا ما حدش يعدني حضرتك ماتش الزمالك، ماتش الزمالك ده اللي هو الكريزه بتاعه الدوري كله، الموسم كله بتاع الموسم كله مظبوط. فطب الاهلي يلعب مين؟ طيب ما احنا لو مش قمه الاهلي والزمالك دي حاجه تاريخيه، ولا انت رايك ايه؟ اه طبعا، ما انا بقول لك، بس اقصد اللي مخلي ليها شكل هو الجمهور. يعني عشان كده اقول لك، انت حتى لو بصيت في السنوات الاخيره ان مباراه القمه بتتلعب بدون جمهور ما فيش فيها الاداء الفني كويس، ولا ما فيش اداء فني خالص. يعني حتى لو رجعت بالذاكره شويه مباراه السوبر اللي اتعملت في الامارات، لا تحس ان مباراه قمه. ليه؟ في جمهور، في شكل، حتى الاداء الفني كان افضل بكتير جدا من المباراه الاخيره اللي احنا بنشوفها مباراه قمه. تحس ان مباراه القمه في السنوات الاخيره بتتحسب بالنقاط بس، مش بالاداء الفني خالص ولا جماهيريا خالص. كل اللي بيحسم فيها الوقت ده بس الثلاثه بونت بس، مش اكتر من كده، لكن ولا فني ولا جماهيريا. حتى بقت بتحس ان الناس نفسها ما بقتش بتتاثر قوي بمباراه القمه، وده شيء غريب او شيء جديد على الكوره. عشان كده نتمنى ان شاء الله الموسم الجاي يرجع الجمهور بالشكل اللي احنا متعودين عليه، وقتها تقدر تقول مباراه قمه ليها شكل جمالي، ليها فنيات، ليها اداء. حتى اللعيبه نفسها، يمكن احنا عمر لما كنا بنلعب مباراه القمه دي كان كل، انت بتنزل الملعب شايف نص اهلي ونص زمالك، او صح نص يعني ونص، هي كانت يعني بالظبط تقسيمها كده. لا كنت انت بتحس ان فعلا دي مباراه قمه، مباراه بتغير في تاريخك الكروي كله، بتغير في حياتك كلها. يمكن في ناس بتلعب مباراه القمه دي بتأدي فيها مثلا بشكل كويس، شكل مميز، تفضل الناس فاكراها طول السنوات الطويله، حتى لو ما اداش بنفس المستوى في مباريات بعد كده. فعشان كده انا شايف ان شاء الله جمهور في الفتره الجايه هي بجد هتحسسك ان في مباراه قمه موجوده في مصر. بعد انتهاء مباراه المقاولون العرب كان في تصريحات كتيره من الجهاز الفني بشكل عام، وقال ان مباراه القمه مباراه مهمه، عندنا تركيز، عندنا اصرار، عندنا هدف. وبالتالي ده حاجه احنا متعودين عليها جوه النادي الاهلي، ان احنا يكون عندنا هدف بنمشي عليه، مش ماشيين بشكل عشوائي. وفي وقت للفرح، الجهاز الفني سمح للعيبه ان هي تفرح بعد المباراه وبعد المباراه بيوم، وبعد كده قفلنا على كل شيء ممكن يخرج اللعيبه عن تركيزها. هل حضرتك شايف ان تصريحات الجهاز الفني والاعداد النفسي الجيد للاعيبي النادي الاهلي هو ده احد اسباب فوز فريقنا على نادي الزمالك في القمه رقم 118؟ اكيد طبعا. يعني يمكن انا قلت لك على لقطه كانت مهمه جدا بالنسبه لي بتاعت علي معلول، كان في لقطه ثانيه في المقابل برضو تاكد لك ان الاهلي داخل مباراه القمه بتركيز، ان حسم بطوله الدوري ما فرقش خالص في تركيزه، بالعكس اداله اصرار اكتر، اداله تركيز اكتر. كان في لقطه للكابتن سيد حميز في بدايه المباراه، تحس ان هو عايش المباراه بس، عمر مش مركز غير في المباراه بس، مفيش اي حاجه ثاني، مفيش انه حسم بطوله الدوري فمرتاح او مطمن، لا بالعكس كل التركيز في مباراه القمه، مباراه مهمه جدا. ثلاثة بونت، تحس ان ثلاثة بونت بالنسبه للنادي الاهلي في المباراه دي، تحس ان هم اللي هيخلوه ياكد بطوله الدوري. يمكن انا برضو كنت قبل كده بتكلم وبقول ان كان بيبقى صعب جدا انك تاخد دوري وما تكسبش زمالك. بالظبط، يعني كانت صعبه جدا، دوري بلا طعم. بس انا بقول كده، يعني كان صعب جدا انك تاخد دوري وما تكسبش زمالك، بالعكس مكسب المباراه دي حسسك ان انت البطل الحقيقي للدوري المصري. طيب يعني مكاسب كتيرة النادي الأهلي حققها من فوزه بلقاء القمة رقم 118 غيره فوز بالدوري. تعالوا نشوف تقرير ونتابع المكاسب العديدة اللي الأهلي قدر يحققها بعد فوزه بلقاء نادي الزمالك في القمة رقم 118، وعلشان نكمل بعديها مع الكابتن أحمد صديق، خليكم معانا. أهلا بحضراتكم من جديد كابتن أحمد. اتكلمنا على الجزء النفسي الخاص بالجهاز الفني للنادي الأهلي قبل مباراة الزمالك، و ازاي النادي الاهلي بيفصل ما بين الفرح والتركيز في المباراه اللي بعديها، ويمكن دي حاجه انت عشتها جوه النادي الاهلي
فعايز اعرف منك اكتر، تقولي ازاي كنتوا بتخرجوا من مباراه، حتى لو مباراه قمه ومباراه كان فيها اداء عالي وكان فيها روح قتاليه وكان فيها نتيجه مميزه، الى انكم تعرفوا تقفلوا الصفحه وتركزوا في المباراه اللي بعديها وتحققوا مكسب، ومش بس يعني مش في مباراه واحده، ده في كذا موقف وفي كذا مباراه بيتحقق نفس النتائج اللي بتحصل. هو ده النادي الاهلي بس يعني هو ده النادي الاهلي، بيخرج من مباراه خلاص المباراه خلصت يعني بالتاكيد في نفس اليوم، ما كانش تاني يوم بالكثير قوي، بيركز في المباراه اللي بعدها. يمكن انا فاكر موقف لينا مباراه قمه، ايوه خد لي بقى كده يعني كانت مباراه طبعا مباراه شهيره جدا، مباراه نهائي كاس مصر 2007 تقريبا 4-3. خرجنا من المباراه طبعا شايف المباراه كانت عامله يعني من احسن مباريات القمه اللي حصلت الفتره الاخيره. خرجنا من المباراه على المطار، رحنا كوت ديفوار، كان عندنا مباراه في بطوله افريقيا. طب انا عايز المباراه تتكلم عنها شويه عشان دي مباراه انا كان معايا كابتن اسامه حسني من اسبوع او 10 ايام فاتكلمنا فيها، وقلت له نفسيا يعني انت كنت موجود احتياطي، لكن لما يكون لاعب موجود احتياطي ويكون المدير الفني عارف يوظف اللاعب وعارف انه يتكلم مع اللاعب بحيث ان هو لما ينزل ويلعب ويستعين بيه يحرز هدفين، دي حاجه تتحسب للمدير الفني وللاعب. المباراه دي تحديدا يعني ازاي المباراه راحت وجت، وكنتوا متوقعين ان المباراه نادي الزمالك يكون نادي قوي كده يتفوق عليكم مره واثنين، لكن انتوا حسمتوا وثلاثه في اخر المباراه وثلاثه بعد كده 4-3. هل المباراه كان فيها شيء مميز وشيء مهم بالنسبه لكم؟ كانت مباراه مميزه وكان فيها ذكريات وكواليس عن لقاءات قمه اخرى؟ لا بس بالعكس، يمكن الميزه في المباراه ان انت الفتره دي كنت راكب دوري وافريقيا يعني بتكسب اي حاجه. بس احنا كنا يعني زمالك جد قلنا فيه ما انا بقول لك، بس انت انا واصل في التوقيت ده انت كنت بتكسب افريقيا بسهوله جدا، دوري بتاخده بسهوله جدا، فكان من الصعب جدا توصل بطوله مصر في الوقت ده، كاس مصر في الوقت ده كانت صعبه جدا. ومع ذلك طبعا ان نادي الزمالك عمل المباراه ده واحنا رجعنا بالطريقه دي، هي كانت مباراه كويسه جدا جميله جدا بكل ادائها. يعني تتكلم انت خسران 2-1 لحد اخر 5 دقائق تقريبا، تعادل تبدا الاكسترا تايم 3-2 لنادي الزمالك وبتعادل وبعد كده تحقق المكسب. يعني حتى كل الناس بتتكلم ان دي من افضل مباريات القمه اللي حصلت. عملت الجول لاسامه حسني. الحمد لله توفيق من ربنا تعالى. طبعا يعني الواحد نزل في وقت كان صعب جدا، نزلت 2-1 كانت طبعا مسؤوليه يا كابتن احمد طبعا لما تكون نازل وانت خسران طبعا. طيب مستر جوزيه اتكلم معاك قال لك ايه؟ يعني ده شيء مهم جدا علشان نعرف الراجل ده عمل تغييرين قلب بيهم الماتش، عمل تغيير احمد صديق عمل جول، واسامه حسني جاب جول نزل عمل جاب هدف التعادل وهدف التقدم. فمستر جوزيه اتكلم معاك وقال لك ايه قبل ما تنزل؟ ودي النقطه المهمه. هي الفكره ان مستر مانويل ده كان عنده يعني هو بيعرف يتعامل نفسيا كويس جدا مع اللعيبه. تمام. كل اللعيبه يمكن حتى لو سالت في اي حوار مع اي لعيب كان موجود في الفتره دي يقول لك بلعب ما بلعبش انا مش متضايق، لا عادي الدنيا بالنسبه لي كويسه جدا، ازعل ان ما بلعبش لامور معينه، لكن نفسيا لا الدنيا كويسه. عشان كده كان بيحتاج اي واحد بيلاقيه، بيحتاج اي لعيب في الملعب بيلاقيه. ما تقدرش تقول مين اساسي ومين احتياطي، اوقات كان تريكا بيقعد احتياطي، اوقات بركات كان بيقعد احتياطي، كان بيحصل. يعني انا فاكر مباراه انا نزلت مكان ابو تريكا واحنا متعادلين 0-0 بطوله افريقيا، ونزلت الحمد لله برضه عملت هدف لاسامه حسني برضه. طبعا انت ملنك معاه بقى. كان ماتش مباراه الهلال السوداني كانت في استاد القاهره، وكنا متعادلين 0-0 لحد اخر 7 دقائق، واسامه حسني جاب جون وفلافيو جاب جون. فدي كانت روح موجوده اساسا، كانت الروح دي موجوده باستمرار جوه النادي الاهلي، مين اساسي مين احتياطي، المهم كل واحد لما بينزل بليه دور. فطبعا دي كانت يعني الحمد لله دي كانت يعني حاجه بالنسبه لي كويسه جدا وتاريخ بالنسبه لي انا طبعاً بتشرف بيه. يمكن حتى لما بمشي في الشارع دلوقتي كل الناس اول حاجه بتفتكر لي المباراه دي. ما انا بقول لك يعني الواحد الحمد لله في مباراه قمه عملتها كويس جدا، في مباراه دوري انا عامل فيها هدف برده كسبنا الزمالك 2-1، مباراه السوبر اهلي وزمالك برده الحمد لله كسبنا وعملتها بشكل كويس جدا، لكن الناس بتفتكر المباراه دي لانها كانت مباراه صعبه جدا. النادي الزمالك كان ند قوي جدا، يبان ان هو كان بيتقدم كل مره 1-2 و3، فكانت مباراه صعبه جدا، عشان كده الناس بتبص لها انها من افضل مباريات القمه. طيب لما احمد صديق نزل الملعب والنتيجه 2-1 والوقت بيقرب على النهايه، هل كنت خايف ان المباراه تروح منكم؟ وازاي لعيبه الاهلي نفسيا كنتوا بتتعاملوا مع بعض جوه الملعب؟ يعني بيتجمعوا بعض ازاي بتشجعوا بعض؟ انت عارف ان لعيب الكوره دايما يعني نفسيا زي ما انت قلت لو هو مش كويس ممكن المباراه واعصابه تهرب منه، فازاي لعيبه النادي الاهلي او ازاي انت كان عندك ايمان ان لعيبه النادي الاهلي والنتيجه هتتعادلوا وهتكملوا
وهتفوزوا. الموضوع كان صعب بالنسبه لك ولكل زمالك، ولا كان عندكم ثقه ويقين بربنا كبيره؟ لا كان عندنا ثقه في الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء وفي انفسنا. بص يا عمر، المكسب بيجيب مكسب، وزي ما بقول لك انت اخر الاربع مواسم من 2005 صح 4 و5 و6 و7 بتكسب كل حاجه. فدي ثقه بقت موجوده، ثقه المكسب موجوده، يعني انت نازل هتكسب هتكسب. اه بيجي فيك جون، متاخر بهدف تتعادل، متاخر باثنين بتتعادل، متاخر بثلاثه فالثقه المكسب موجوده. الجون بتاع ابو تريكه غريب قوي، يعني محمد شوقي شاف لعبها لمين شاف لمين وكده ابو تريكه لعبها، يعني جون. قصدي ان هو ايه، يعني انا باكد كلامك ان فعلا المكسب بيجي، ازاي بيجي الله اعلم، بس مكسب بيجيب مكسب، وانتوا بتكسبوا كل البطولات فبسم الله ما شاء الله كانت ماشيه زي الفل. انا عايز اقول حاجه عمر، انت لو ركزت في اخر الشوطين الثالث والرابع محمد شوقي بيلعب ديفندر لوحده، ومحمد بركات بيلعب ديفندر جنبه. حسام عاشور اتصاب وخرج، وكان اخر تغيير لعب بركات جنب محمد شوقي في نص الملعب، اثنين ديفندر في مباراه قمه زي كده. فهي دي الروح، مش مهم انا بلعب ايه، مش مهم انا بلعب فين، بجد دي حقيقه. حسام حسني مضيع كوره مستحيل تضيع، بس جاب جون خلاص بقى. لا ما انا عايز اقول لك، ما هو لو ما عندوش ثقه الفوز مش هيجيب جون واثنين ويكسبك. لو ما عندوش الثقه ان هو هداف مش هيجيب جون واثنين، وهو مضيع هدف زي كده في 80,000 ولا 90,000 في الاستاد. لو اي حد تاني هتهرب منه خلاص، شكرا كده ضيعت جون خلاص مش هبقى في الملعب. ومع ذلك لا، تركيز، اصرار، ثقه في المكسب، اللي احنا كل الفتره الاخيره دي كنا متعودين عليه بجد. تنزل الماتش يا عمر بتكسب، عارف انك هتكسب. يعني حتى بلس 90 دي كانت في الوقت ده كانت بتبقى قليله جدا بالنسبه لنا. يعني في الكام سنه الكام موسم المتتاليين دول بلس 90 دي كانت قليله جدا، لان الحمد لله كان بتحسبه، يعني الحسم بيكون من بدري، بدري جدا جدا، يعني كان نادر جدا لما تكسب في الدقيقه 90 ولا حاجه. طيب هل كنتوا مستر جوزيه بيكون مثبت تشكيل معاكم، بتكونوا عارفين اللعيبه اللي هتلعب، ولا مستر جوزيه كان دايما بيحب ان هو يحتفظ بالاسماء والتشكيله لحد قبل المباراه او المحاضره اللي قبل المباراه علشان يتم الاعلان عنها؟ لا لا بالعكس، مش عارف مين ممكن يلعب. يعني مستر جوزيه كان بيحتفظ ويحب يفاجئ الجميع طبعاً بالتشكيل عشان كله يكون مستعد. طب ايه، انت عليك دلوقتي يعني مدرب وماشي في الجزء الفني ان شاء الله بشكل مميز، هل انت بترجح المدير الفني اللي يبين التشكيل قبلها بيومين او بثلاثه او بيوم على الاقل، ولا تحب تفاجئ لعيبتك قبل المباراه علشان كله يكون مستعد وعامل حسابه؟ والله ده اهم حاجه في الجزء النفسي. لو انت محضر لعيبتك ال 30 لعيب او ال 25 اللي عندك في الفرقه، انك مجهزهم نفسيا كويس، ممكن اي حد يلعب في اي وقت، في الوقت ده سهل جدا تبين التشكيل قبلها بيوم واثنين، مفيش مشكله خالص. لكن لو انت مش مسيطر نفسيا على اللعيبه اللي عندك بيبقى صعب جدا. فانت عايز تكسب كل اللعيبه نفسيا، كل الناس اللي متحضره لنا في اي وقت العب، في اي وقت اشارك. فبناء على كده دي بترجع للمدير الفني، لو هو مجهز لعيبته نفسيا كويس جدا ما عندوش، بالعكس يبقى الافضل ليه انه يقلل التشكيل بدري او يجهز الناس ال 11 اللي هيلعبوا بدري. ده بتفرق كتير جدا في المستوى الفني طبعا. يعني انا سالتك السؤال ده كابتن علشان اخد بقى من السؤال اللي بعديه على تشكيل ماتش الاهلي والزمالك الاخير اللي كان امبارح. ثلاث ايام ما بين ماتش المقاولين وماتش الزمالك، والمقاولين كان تشكيل مستر مارتن نصراتي اللي احنا كلنا شفناه وتابعناه، ويمكن كان تشكيل قوي بدنيا وفنيا. هل كابتن احمد صديق بخبرته وبنجوميته كان ممكن يتوقع نفس التشكيل، ولا كان ممكن يقول في بعض التغييرات الخاصه بلقاءات القمه؟ كان ايه الاقرب من وجهه نظرك، التثبيت والثبات على التشكيل الاخير في مباراه المقاولين، ولا احداث بعض التغييرات في بعض المراكز المعينه؟ وفي العادي في الكوره كان لازم ثبات التشكيل. يعني صح كده طبعا. انت كسبان مقاولين 3 باداء كويس جدا، اداء فني كويس جدا، بنتيجه كويسه جدا في مباراه حسم للدوري، فكان من الطبيعي جدا ثبات التشكيل. ومع ذلك احنا عارفين ان مباراه القمه بيبقى ليها استثناءات شويه يا عمر. فكنت متوقع ان ممكن يكون في تغيير واحد في نص الملعب، كنت اتوقع كده. انا كنت متخيل كده، حسام عاشور يبدا، حسام عاشور او احمد فتحي في نص الملعب، اي حد في الاثنين. طب ايه رايك في حمدي فتحي وعمرو السوليه مع بعض؟ لا طبعا برضه ماشيين بشكل كويس جدا جدا. هل انت شايف ان مستر مارتن نصاتي بيحاول انه يعمل تجديد دماء بس واحده واحده علشان ما يكونش التغيير مره واحده في نص الملعب، او بيبدا بيهم او كان بيلعب السوليه حسام عاشور بعد كده في حمدي فتحي وشويه حسام عاشور بعد كده لعبوا من الاثنين مع بعض؟ هل انت شايف ان نص الملعب الاثنين مع بعض بينهم انسجام وليهم مستقبل في حته نص الملعب مع بعض في النادي الاهلي؟ الاثنين بدوا بشكل كويس جدا. يعني الامانه تحس ان في واحد عنده الهجوميه شويه زياده وحمدي فتحي بيقف شويه اكتر، عشان الاثنين بيكملوا بعض. عشان كده انا شايف ان من يعني بيبقى صعب جدا تلعب بثلاثه في نص الملعب والاثنين دول موجودين. ليه؟ خلاص الاثنين بيعملوها كويس جدا، الاثنين بيادوا فيها بشكل كويس جدا. اوقات بتلاقي حمدي فتحي بيكمل ويجيب جول، بيكمل في ال 18 ويكمل في الناحيه النواحي الهجوميه، بيعملها بشكل كويس. السوليه طبعا كلنا عارفين انه طبعا بيكمل لقدام برده بشكل كويس جدا يعني.
وحسام عاشور طبعا يعني انا برضو شايف انه لا غنى عنه في نص الملعب طبعا يعني ده علامه من علامات النادي الاهلي 12 دوري طبعا اتساوى مع نادي الزمالك مع كامل احترامي والتقدير طبعا نادي طبعا لا حسام غير كده اللعيب اللي قعد فترات طويله جدا جدا المستوى ثابت فترات طويله جدا يمكن الفتره الاخيره بس الاصابه اللي اثرت عليه شويه اي حد في الفتره دي ان شاء الله نتمنى طبعا مع كميه النجوم واللعيبه الكويسه قوي اللي موجوده بالتدعيمات اللي النادي عملها في يناير اتمنى التوفيق لاي حد يلعب لان اي حد فرصه بالنسبه له كويسه جدا في ظل حسم الدوري نتمنى ان شاء الله كمان بطوله افريقيا يبداوها بشكل كويس ان شاء الله باذن الله ايه رايك في شنو امبارح هايل مش امبارح بس يعني انا شايف ان هو رجل المباراه او احد انا لو سالتني مين نجم المباراه كنت اقول لك الشناوي ها طبعا شال كتير جدا لا تركيز وكان يعني وحش في ظهر الدفاع طبعا لا في تركيز كبير جدا منه كل حتى الكور اللي شالها تركيز اكتر منه فني بس يعني عشان كده انا شايف ان هو كان رجل المباراه امبارح شايف ان الشناوي ووجوده بعد اداء مميز في بطوله امم افريقيا اداء مميز ليه واخفاق للمنتخب شايف ان هو يكمل مع النادي الاهلي مستوى مرتفع ومستوى جيد هل انت شايف ان ده من سمات لاعب عنده شخصيه قويه ولاعب عنده سمات احترافيه ان هو بيعرف يفصل كويس قوي ما بين المنتخب وبين النادي ويعرف يفصل كويس قوي ما بين اخفاق وبطوله وراحت لحالها وبطوله ومستمره وهي لسه في الملعب طبعا دي حاجه دي اضافه ليه اضافه ان هو يخرج من بطوله افريقيا وهو كان مادي بشكل كويس جدا ويرجع مع النادي في فتره قريبه قوي وفتره مش كبيره انه بنفس التركيز هو بيعمل كده بيعمل حاجه لنفسه بيعمل اسم كبير لنفسه اتمنى ان شاء الله انه يوصل على كده يعني واتمنى كمان باذن الله انه شريف يرجع بالسلامه لانه برده اضافه كويسه اضافه قويه جدا للفريق مع علي لطفي طبعا الشناوي خد بالك يا عمر وانت يمكن لعبت معاه في الناشئين وعارف هو عنده ثقه وثبات ما بيخافش خالص بص ممكن هو كل العظيم. اللي حواليه والله ما بيخافش طب ما انا بقول لك يعني احنا لعبنا معاه في الناشئين انا وانت وعارفين ما بيتاثرش بس ملوش علاقه يعني ودي ميزه يعني بالبلدي كده احنا بنقول عليه مثلا ايه ده هادي او مركز لا هو ده يعني هو ده حارس المرمى خصوصا انت عارف حارس المرمى ممكن 90 دقيقه كلها يجي له كوره واحده فلا محتاج التركيز في 90 دقيقه 13 كلين شيت ما شاء الله محمد الشناوي 13 كلين شيت اقل حارس مرمى دخل فيه اهداف في الموسم الحالي اقوى خط الدفاع هو النادي الاهلي بنتكلم في انه يعني اقل حارس كمان دخل فيه اهداف في بطوله الدوري فاحنا بنتكلم على رقم قياسي مش بس بيتحقق على الصعيد الجماعي على الصعيد الفردي عندك رقمين او عندك ثلاث ارقام او اربع ارقام عندك احسن حارس في البطوله بما انه عنده عدد او اقل عدد اهداف عندك هداف الفريق لاول مره في تاريخ الدوري المصري يكون باك ليفت 8 اهداف علي معلول صنع 7 اهداف عندك اقوى خط دفاع عندك اقوى خط هجوم فاحنا بنتكلم في ارقام قياسيه وارقام يعني جماعيه وفرديه فهل شايف ان دي من سمات فريق البطل ان هو يكون محقق الارقام الجماعيه والفرديه طبعا اللي بتاكد حقيقتك بالدوري او بتاكد حقيقتك بالبطوله زي ما انت بتقول يمكن طبعا عايز اتكلم شويه عن علي معلول كمان يعني هنتكلم عليه يعني هنتكلم عليه قوي طبعا لازم يعني عليه. يعني لو هنتكلم احسن لاعب في الدوري الموسم ده هو علي معلول ومعاه فرجاني ساسي للامانه الاثنين عاملين اداء هايل طب هتدي خصوصا ان علي هتدي اللقب لواحد او تدي احسن لاعب لواحد تديها لمين؟ هدي لعلي معلول طبعا علي معلول ليه؟ مش عشان اهلي ولا لا لا بس مش كده خالص لا طبعا اتكلم في باك ليفت 8 اهداف 7 اسيست يعني هو هداف النادي الاهلي ما انا فاهم رسمي شارك في 15 هدف وحصل على بطوله الدوري فهو احق بيها طبعا وبيرد على منتخب تونس على الان جريس هو ده اللي انا كنت لسه اقوله لك يا عمر اللي هو ايه؟ يعني لعيب انا مبسوط له عشان خاطر يعني لعيب بس يعني من قبل ما يجي النادي الاهلي هو اساسا منتخب تونس ورقم واحد في المنتخب كلنا كنا بنشوف كده وكان بيبقى هداف المنتخب ومع ذلك يخرج من بطوله افريقيا من تشكيل منتخب تونس بطوله افريقيا ويرجع بنفس القوه واكثر قوه وتركيزا مع النادي الاهلي ده لعيب كبير يتقال عليه ان هو لعيب بمعنى الكلمه محترف فعلا يعني. طيب لو اتكلمنا على الفجوه الزمنيه في عدد بطولات النادي الاهلي ب 41 بطوله دوري مقابل 12 دوري لنادي الزمالك. هل هنا الجين الاهلاوي او الجينات الاهلاويه هي اللي عامله العنصر والفارق ده ولا ممكن نقول تفوق الاهلي فنيا وان الاهلي دايما بيجيب احسن لعيبه في مصر وان الاهلي دايما اداريا وتنظيميا ولا هما الاثنين مع بعض جينات اهلاويه وجرعات اهلاويه للعيبه النادي الاهلي اللي اول ما بيخشوا باب
مقر الجزيره خلاص تحس ان في سوفت وير جديده دخلت وبدات طريقه التفكير تختلف، الدوافع بدات تختلف، وبالتالي بيحققوا بطولات. الفجوه الزمنيه دي شايف سببها ايه؟ سببها كل اللي انت قلته، لكن في نقطه في النص مهمه جدا يعني من وجهه نظري، استقرار اداري بشكل ملحوظ جدا جدا جدا. انت لو رجعت بالذاكره شويه مش كتير قوي في نص الموسم، كل الناس بعد خروجنا من بطوله افريقيا بهزيمه كل الناس كانت بتطالب برحيل الجهاز الفني، لكن مجلس الاداره حاطط هدف ماشي عليه، مش فكره خسرت بطوله او خسرت ماتش فخلاص الدنيا تتقلب، لا بالعكس، في استقرار، هو عارف هو عايز ايه من الجهاز الفني، بناء على كده فضل الجهاز الفني مستمر، خدت بطوله افريقيا. في المقابل احترامي طبعا كامل نادي الزمالك، حد مدير فني خد بطوله مشي بعد مشي في نفس اليوم، في المقابل بقى ايه؟ مفيش بطوله، مفيش دوري. فالاستقرار، الاستقرار الاداري واختار التوقيت في كل شيء. انا ممكن امشي جهاز فني بس اختار الوقت المناسب. انا بجيب الاحتياجات، ودي نقطه برده مهمه جدا يا عمر بيعملها النادي الاهلي الفتره الاخيره او طول عمره، بيجيب اللعيب اللي هو محتاجه. انت لو ركزت، انا مش فكره ان انا اجيب واحد بقى نجم في الدوري، لا، انا بجيب احتياجاتي، انا محتاج باك ليفت هجيب باك ليفت، محتاج باك رايت هجيب باك رايت. مش الموضوع مش فكره ان انا لعيب كويس او لعيب مميز اجيبه ولا محتاجه او مش محتاجه، لا بالعكس، بجيب الاحتياج في المراكز اللي انا محتاجها. عشان كده بتلاقي كل المنظومه دي. غير كده كمان طبعا اي لعيب بيدخل النادي الاهلي عمر لو ما مشيش على الخط بتاعه وخلاص على الصراط المستقيم بالظبط، يعني ودي حصل كتير جدا، يعني من غير ما نذكر اسماء يعني تمام. حصل كتير جدا، لعيبه كانت بتبقى نجوم وكل الناس بتطالب، لا ما ينفعش يمشي من النادي، ده لعيب نجم، ده لعيب مكسر الدنيا، لا انت فنيا رقم واحد في مصر، لكن اخلاقيا، التزام، سلوكيا، ده لو مش ماشي مع الفنيا اقول لك شكرا. طيب لو اتكلمنا بشويه عن الايجابيات والسلبيات اللي موجوده بعد لقاء القمه، ممكن كابتن احمد صديق يقول لي اهم السلبيات واهم الايجابيات. الايجابيات خلاص احنا ماشيين فيها بشكل كويس وعشان كده هي ايجابيات، والسلبيات احنا عايزين ناخدها نخليها حاجات ايجابيه، فايه اللي احنا ممكن نتكلم فيه سواء حتى لو عندنا حاجه سلبيه واحده، عندنا حاجتين، عندنا ثلاثه، بس عايز اعرف من وجهه نظرك ايه الايجابيات والسلبيات ليه لقاء القمه وفوز النادي الاهلي بالقمه رقم 118. يعني رقم واحد في الايجابيات بالنسبه لي زي ما قلت لك انك كان صعب جدا ليك كنادي اهلي او جمهور او لعيبه، وانا واثق ومتاكد من كده وجهاز فني، انك تاخد دوري من غير ما تكسب زمالك، خصوصا ان انت في الدور الاول متعادل، فكان صعب جدا. انا في وجهه نظري ان من ضمن الايجابيات في مباراه القمه انك بتاكد حقيقتك ببطوله الدوري. تاني نقطه بقى عندك قوام يا عمر، يعني انا مبسوط بامان دلوقتي مع احترامي الكامل طبعا، محدش ابدا يتوقع ان احمد فتحي يبقى احتياطي. صح، عمرها ما كانت بتحصل. هو نفسه يعني لا بجد طبعا فتحي ما ينفعش يكون بره الملعب، لكن هو انا واثق ان هو بيجي عليه وقت بيقول لك محمد هاني ما ينفعش يقعد. صح، ده اكيد بيقول كده، هو قال بيقول كده، هو قال، سمعت انه ليه تصريح كده، هو قال قال محمد هاني يعني ما ينفعش يقعد احتياطي. محدش كان يتوقع ابدا ان حسام عاشور بيقعد احتياطي، مستحيله. صح، بقى بيقعد والبديل بقى بيقدم بشكل كويس، فانت بقى عندك قوام يطمنك. اتمنى بس ان شاء الله ان الفتره الجايه بطوله افريقيا نبدا، لان دي البطوله المحببه لجمهور النادي الاهلي ومجلس ادارته. وانت خصوصا انت خلاص انت مش هتلحق تريح، مش هتلحق تفرح كتير قوي، تقريبا يومين ثلاثه اجازه وتبدا تحضر لبطوله افريقيا، خصوصا انت اديت موسم طويل جدا، موسم استثنائي في كل شيء. فان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله يعني اتمنى مع الجاهزيه الكامله مع رجوع المصابين كلهم باذن الله ان شاء الله نحقق بطوله افريقيا باذن الله. طيب لو رحنا واتكلمنا على نقطة إيجابية، أنا شايف من وجهة نظري يعني أهم ما تميز الجهاز الفني الحالي للنادي الأهلي وهو الاعتماد وتوظيف اللعيبة المدافعين الأطراف سواء الباك رايت أو الباك ليفت على إنه يسجل أهداف، وده شفناه في علي معلول. هل أنت شايف دي من الحاجات الإيجابية اللي تتحسب للجهاز الفني؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، هل شايف إن تسجيل أهداف عن طريق مدافعين هل ده أحد الحلول والمفاتيح السحرية اللي ممكن تكون سلاح لأي مدير فني موجود في نادي كبير زي النادي الأهلي؟ يمكن كمان عمر الطريقة اللي الأهلي بيلعب بيها دلوقتي مساعدة كتير جدا، ان بتلاقي الأطراف بتكمل بشكل كويس قوي، بقى عندك جبهات دلوقتي بتلعب 4-2-3-1، بتدي مساحة كويسة قوي كامل الحرية المطلقة للطرفين. طبعا طبعا، وخصوصا الأمانة برضه حمدي فتحي بيعملها كويس جدا، انه بيغطي لو علي معلول زاد بيغطي مكانه او محمد هاني زاد بيكمل بيغطي مكانه، فدي برضه نقطة مهمة جدا. بقى عندك جبهات، انت على طول بتشوف دلوقتي رمضان وعلي معلول الاثنين اوقات بتلاقيهم في ال 18 باستمرار، بتلاقي حسين الشحات ومحمد هاني بيكملوا مع بعض،
بقى عندك جبهات مميزه، عشان كده سهل جدا تلاقي علي معلول بيسجل اهداف، تلاقي محمد هاني بيعمل الاهداف، لان زي ما اقول لك الخطه دي بتساعدهم كتير جدا جدا. ولو عندك كمان واحد زي وليد، واحد زي صالح، واحد زي ناصر ماهر، بيلعبوه بشكل كويس قوي. وعلي كمان، علي معلول عنده ناحيه هجوميه بيأديها بشكل كويس جدا، فعشان كده بتلاقيه يمكن حتى زي ما اقول لك كده قبل ما يجي وهو منتخب تونس كنت بتلاقيه هداف منتخب، عنده الناحيه الهجوميه بشكل كويس. محمد هاني نفس الكلام. يعني بأني منطق رمضان صبحي بعد المستوى اللي احنا شفناه واللياقه البدنيه، مش عايزين نتكلم معاهم بقى في الموضوع ده. بأي منطق بأي منطق رمضان صبحي يعني مش هقول لك اساسي في منتخب مصر، موجود على الاقل على مقاعد البدلاء، ينزل يشد لك اي فريق، انت كده هتخليني يكسر لك اي دفاع. لا هنتكلم على الهادي خالص، هتخلينا نرجع نتكلم المنتخب واحنا يعني انا عايز اربط مستوى امبارح ب وقبل امبارح والله يعني انا بس بتكلم ليه، انا بتكلم على امبارح علشان لما حد يتكلم على رمضان، لا رمضان صبحي بسم الله ما شاء الله الله اكبر عليه وحش، بيعرف طبعًا يشد فريق وراه طبعا. امبارح بيعدي من الاول، بيعدي من عبد الله جمعه ومحدش عارف يجاريه، بيعملها بالعرض طبعا ما شاء الله ما شاء الله. بص الغيره على ان الكوره صالح ما جابهاش، بص يعني تحس ان هو اللي كان هيجيبها. انا لو اتكلم على رمضان هتكلم في نقطتين مهمين جدا بالنسبه لي، انا شايفهم مختلفين تماما فعلا. لا انا بقول لك انه استفاد جدا من الاحتراف، ما لعبش كتير بس استفاد جدا. رمضان دلوقتي انا بقول لك بقى عنده شخصيه القائد في الملعب، دي ما كانتش موجوده فيه في الاول. ما شاء الله السرعه بقت موجوده بشكل ما شاء الله يعني مميز جدا. عنده روح بدا يوظفها صح عمر، واحنا على طول بنشوف عنده روح بس بانفعال، لكن دلوقتي الروح بيوظفها بشكل كويس جدا، وده برده مهم جدا جدا عمر. خروج المنتخب ده كان حاجه يعني مش عشان الاداء اللي موجود دلوقتي عمر، يعني مع احترامي الكامل لقائمه المنتخب كلها، لا يعني ما كانش ينفع يبقى بره المنتخب خالص خالص لكل الاسباب اللي تخطر على بالك. لو كنا بنتفرج على منتخب مصر مش لاقي واحد على الدكه تنزله غير لك ماتش عمر، مش لاقي غير وليد سليمان يعني، تغييرين محفوظين، يخرج عبد الله السعيد مثلا ينزل عمرو ورده او ينزل وليد سليمان، يخرج تريزيجيه، يعني هم تغييرين ما فيش غيرهم، ما احنا بنشوف غيرهم في المنتخب ليه؟ أو مش كوكا عشان او كوكا مروان، مروان كوكا، احمد علي، هم تغييرين ثلاثه ما فيش غيرهم ليه؟ ما انت ما عندكش حد بره صح، هي كانت المشكله في كده. لا رمضان رمضان بيقدم بشكل كويس جدا، شكل مميز. السوشيال ميديا يا كابتن احمد اثرت بشكل كبير دلوقتي على سخونه القمه، ايامكم والايام الحاليه ما كانش فيه سوشيال ميديا، كان في طبعا لو هنتكلم على الجيل بتاعكم والجيل اللي قبليكم يعني الموضوع كان مختلف، لكن انتوا كان عندكم استوديو تحليلي وكان عندكم مراسلين وعندكم قنوات بتنقل الماتش وكان عندكم محللين فنيين بيقولوا ارائهم، لكن دلوقتي انت عندك 100 مليون محلل على السوشيال ميديا كل واحد بيقول رايه. هل السوشيال ميديا في ماتشات اهلي وزمالك بتؤثر على اللعيبه؟ وهل انت شايف من وجهه نظرك ان السوشيال ميديا شيء ايجابي؟ يعني انت لو كنت موجود في وقت موجود فيه سوشيال ميديا كانت هتفرق معاك نفسيا، ولا الموضوع بالنسبه لعيب الكوره عشان الناس تبقى عارفه اللي بتتفرج علينا اللي على الفيسبوك ولا الانستجرام وتويتر، لعيب الكوره مش بيبص ومش لا بيركز ومش بيفرق معاه ومش طبعًا بيقرا اصلا؟ طبعا طبعا. لا لا انا شايف انها اثرت بالسلب بالسلب، واثرت بالسلب على الكوره المصريه عموما كمان، الانتقادات دايما مش ممكن انتقادات، وممكن خبر يبقى ملوش اي صحه ولا ملوش اي وجود ويعمل مشكله كبيره ويعمل بلبله في الوسط كله. لا لا انا شايف ان اثرت بالسلب، خصوصا اللعيب، اللعيب محتاج تركيز. يمكن زي ما احنا بنقول الاهلي خلص مباراه، يمكن ممكن يكون في نفس اليوم ركز لمباراه القمة، خلص مقاولين ركز لمباراه القمة. طب لو السوشيال ميديا موجوده ايه اللي هيحصل؟ طب انت لما بتيجي في معسكر تجمع زي مثلا منتخب مصر، ليه بتمنع السوشيال ميديا وبتمنع اللعيبه ان ما فيش سوشيال ميديا؟ ليه؟ عشان الناس تركز صح كده؟ طب ما الاولى بقى ان ده بقى موجود على طول. ممكن ليها تاثير ايجابي لو اتعملت بالضوابط اللي احنا كلنا عارفينها. انتوا كنتوا بتعملوا ايه في معسكراتكم لما كان معاكم التليفونات؟ يعني اقصى حاجه كان المدير الفني بيكون خايف بيتكلم البيت بس ان اللاعب يكون معاه تليفون فيفضل سهران بيتكلم عليه. كان انا عارف ان هو ده الحد المدى اللي احنا كنا واصلين له 2007 و2006 و2005. عايز اتكلم معاك واقول لك، هل كان في حاجه مثلا بيلموا التليفونات بيخشوا يشيكوا عليكم بالليل، ولا بيتعاملوا مع رجاله وعارفين قدر المسؤوليه؟ لا في الاهلي، لا طبعا في الاهلي ما كانوش صح كده عشان بس دي حاجه مهمه. لا لا بس في لا في الاهلي ما كانوش بيلموا التليفونات. ايوه عايزك تكمل اللي بعديها بقى. لكن في انديه طبعا، أيوة أيوة في انديه بيلموا التليفونات، بياخدوا التلفزيونات من الاوض. ايوه ايوه ليله المباراه. لا في انديه كتير على فكره والله العظيم ناس او ممكن لا والله يسمعوا الكلام. لا والله لحد دلوقتي موجود. انا شفتها. لا انا برضو انا رحت انديه لعبت انديه، وانا رحت انديه كمان كان بيعملوا التليفونات والتلفزيونات.
بيعملوا حاجه ثانيه. يقول لك ما تقفلش الباب عشان عدى عليك بيقول لك نايم ولا صاحي. والاكل ممنوع انت عارف بقى. بالليل مش اي حاجه خالص. لكن احنا في الاهلي لا الامانه. ما هو بص يا عمر ما هو الموضوع مش بيجي من فراغ برضه. انت في الاهلي عشان انت عارف انك جايب لعيبه على قد المسؤوليه. انا عارف انا هتكلم في التليفون امتى وهنام امتى وهاكل ايه وهركز امتى. يمكن احنا كنا بنروح المباراه اوقات كنا بنتكلم في التليفون رايحين في الاتوبيس. صح. بس ليه؟ عشان عارف ان انت لو ما عملتش المطلوب منك مش هتلاقي نفسك موجود. هي دي اللي بتفرق. وهو ده التركيز. كنا بنخلص عادي وانا في الاتوبيس بس هنزل الملعب خلاص دخلت اوضه اللبس خلاص انا في مكان تاني خالص. مكان 90 دقيقه بس لازم اكسب. كنت بتقعد مع مين في الاوضه في المعسكرات في الاهلي؟ ما انا كتير بقى عمر. ايه ده انت كنتش بتثبت واحد؟ لا يعني, يعني ما في ناس يعني. طب مشيتني لا بس كنت بسجل مع جابر عصام عاشور. ما انا قعدت مع عاشور كتير جدا اكتر واحد. ايوه بس يبقى انت واحد هو اللي مشاني بقى. واحد بقى واحد من الدلقله. كان كنت قاعد مع كابتن عاشور فبقول له كابتن بركات كان كل ما يقعد مع واحد كان هو يمشيه. ده اساسي. الوحيد اللي مشاني حسام عاشور. قعدت معاه مشاني فقال لي يعني لا طبعا ده تختار واحد ده اساسي فعلا طبعا. لكن انا كنت بتقعد انت كنت اكتر واحد قعدت مع حسام عاشور فتره طويله. قعدت مع جديد الاول احمد شديد ناوي. طبعا هو مشاني كمية يعني كميتكم ماشيه مع بعض. بعد كده انا جيت مشيته فبدينا على بعض شويه خلصت على بعض. طب ماتشات الزمالك كان في لعيب معين بتقعد معاه ولا لا؟ لا ما هو خلاص انت عارف المعسكرات بيبقى انت خلاص بتفتح مع لعيب معين فعلى طول على طول ما انت موجود في المعسكر معايا. يعني شديد ينام بدري زيك بالظبط. ما تفتحش نور وانت نايم. تبقى مظبط ما تكلمش في التليفون وانت قاعد نايم. صحيك من النوم يقلقك. ما انت خد بالك برضه تفرس عايز اقول حاجه. انت بتقول كلمه مظبوطه جدا. الموضوع بيفرق كتير جدا والله العظيم. والله انت لازم تختار اللي راحت في الاوضه بجد. انا ممكن اكون بنام بدري وانت بتسهر فخلاص ما نقعدش مع بعض. طبعا الحاجات دي بتفرق جدا يعني. بس اوقات بيجي بس بقى غير النادي الاهلي اوقات بيجي مديرين فنيين عمر يقول لك لا اجباري تقعد مع عمر هو بيحط الاوض مع بعض. عشان هتلعبوا جنب بعض فتتكلموا يعني مع بعض فتقربوا جدا يعني. طب اني طب انت تفضل انت لو مدير فني تقول ايه؟ طبعا اللي بيرتاح مع واحد يقعد كل واحد حر. طبعا طبعا. طب لو اتنين مشاغبين ومدير فني شايف انه لازم يفصلهم عن بعض عشان خاطر هيخلصوا على بعض لو قعدوا مع بعض؟ لا دي برضه لازم يتدخل فعلا طبعا. في حاجات كده لازم. كان في حاجه بتحصل كده في معسكر يا كابتن احمد يعني. كان في كده حاجات. انا عارف ان احمد السيد كان دمه خفيف جدا وكان بيعمل مقلب فيكم كلكم. انا عارف ان كان هل كان بيحصل مثلا اثنين مشاغبين او اثنين بيهزروا هزار كتير قوي يقعدوا مع بعض يجي مستر جوزيه يقول لهم لا انتوا مش هتقعدوا مع بعض؟ حصلت قبل كده ولا مستر جوزيه كان بيسيب بقى؟ لا بص ما انا بقول لك اصل بص يا عمر انا هتكلم عن النادي الاهلي هتتكلم كتير جدا. لا الموضوع صدقني والله مش بقول كده عشان انا موجود عشان لعبت في النادي ولا عشان موجود في القناه دلوقتي. الموضوع مش كده خالص والله. الموضوع بقول لك كل واحد عارف دوره. مش لعيب بس لعيب عارف دوره. انا لعيب يعني لعيب بس. انا مدير فني يعني مدير فني. انا دكتور يعني دكتور بس. انا عامل يعني عامل بس. كل واحد عارف شغله كويس جدا. فبناء على كده بتلاقي لا انا ما قعدتش مع عمر مش هيريحني مش هقعد معاه. عمر هيعمل لي مشكله لا انا هشوف اللي يريحني فين واقعد معاه. الموضوع كده. لكن كان نادر جدا جدا لما يكون في تدخل من الجهاز الفني ان حد يقعد مع حد جوه النادي الاهلي. لكن في الانديه الثانيه لا بتحصل حاجات كتير جدا كمان يعني. لعبت يا كابتن كام ماتش اهلي وزمالك او كنت موجود في كام ماتش اهلي وزمالك؟ كتير لعبت كتير الحمد لله بس ما اقدرش اقول لك عدد يعني. لا احنا اكيد مش انا بسالك. لا لعبت كتير جدا الحمد لله. اساسي او نزلت او كنت موجود على مقاعد يعني انا كنت موفق جدا عمر بفضل الله في مباراه اهلي وزمالك جدا جدا يعني. يمكن انا فاكر مباراه سوبر. انت عارف بركات طبعا ما بيفوتش حاجه يعني. عمل لك ايه؟ قول لي عمل لك وكان ايه؟ وكان نادي الزمالك كان جايب لعيب برازيلي باك ليفت وكان اول مباراه. انت عارف مباراه السوبر طبعا قال لك قبليها قال لي انا جاي لك بس اصبر بس قبليها يا ريت قبلها. انت عارف طبعا مباراه ريكاردو وطبعا انت عارف السوبر بقى لما الدنيا كانت مظبوطه ومنتظمه كان السوبر بيبدا قبل الدوري طبعا فلسه جايبينه اول ماتش ليه بقى وفي التسخين احنا في نص الملعب والله العظيم بيسخن. بص الولد بيسخن ازاي؟ بص بالتوفيق بقى. قال لك كده ده برازيلي. والله العظيم قال لك كده. قال لي بالتوفيق بقى ده برازيلي بقى ابقى وريني ده هيروقك النهارده. مسكناه بقى انا وهو يعني مع احترامي الكامل ليه طبعا مسكناه. انا بركات مش ممكن لا يعني اللي بص والله العظيم بجد هو يعني تكوينته كده هو انا هو لا بيفرق معاه مباراه بقى مهمه بس عايز اقول حاجه مش هو بس هو اداء واحد بس عايز اقول حاجه لسه اقوله لك اداء واحد انا عارف بص يعني ممكن جوه المباراه نفسها يهزر انا عارف لكن هو بيقول افيهات هو كده ما هو بيقول افيهات جوه الملعب هو كده كارثه لا وهو كده وتشوفوا حصل في الملعب هو ملوش علاقه بيسخنكوا على بعض ما انا بقول لك هو ملوش علاقه بركات ويهمت فيكوا ويهمت فيكوا يجي يقول لك لعيب بص جايبه على الهواء ولا حاجه عشان لا 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 والله ابدا لا لا كابتن بركات كابتن بركات واحد من طبعا النجوم اللي بتعتز بيها انا بجد يعني جميل. لو انا ما خدتش من الكوره بس غير ان انا لعبت في النادي الاهلي رقم واحد وان انا لعبت في الجيل ده رقم اثنين فده كفايه بالنسبه لي فعلا وانا يعني بحاول او حد من الجيل ده يعني لا بجد والله يعني طيب ماتشات الزمالك من اقول لك الاجواء
عايزك، انت لعبت بجمهور والدنيا كانت مستقره اكتر زي ما حضرتك قلت، لكن لو هنتكلم عن الاجواء والمعسكرات والمحاضرات، هل كان في امور معينه مميزه كانت دايما بتبقى موجوده غير اللقاءات الثانيه، ولا لقاء القمه كان زيه زي اي لقاء؟ علشان خاطر انا عايز اقارن واعمل مقارنه واسترجع ذكريات كابتن احمد صديق، واحنا بنتكلم على القمه الرقميه 18، عايز اتكلم على الذكريات والفنيات والجمهور والجو العام، وتسحب نوم بقى احساسك ماتش القمه وليله المباراه، اهلك في البيت، اصحابك، زمايلك، اكيد كان في حاجات كتير قوي مختلفه في لقاءات القمه مش عارفها غير منك او واحد كان موجود شاهد عيان. لا طبعا مباراه القمه، ما عشان كده قلت لك في بدايه كلامي، عمر قلت لك الجمهور هو اللي بيخلي مباراه القمه شكلها ايه. لا احنا عشان الجمهور فعلا كان بيخلي الاداء مختلف تماما، عمر كانت الدنيا بتبقى صعبه جدا. بس معسكر لا، كنا بنعمل معسكرات يعني كل حاجه طبعا بترجع للمدير الفني، لكن احنا معسكر زي اي معسكر، زي اي معسكر يوم واحد ليله المباراه عادي ما فيش مشكله. في حاجه مهمه، الجمهور اللي كان بيبقى موجود قبل ماتش القمه، فاكره في التتش كان بيبقى عامل ازاي؟ طبعا كان ده بيديكوا دافع طبعا، ولما بيحصل في الفتره دي لما النادي الاهلي بيحتاج جمهوره بيلاقيه موجود وبيسنده. يعني بتلاقيه حتى لما بيفتحوا لهم ملعب التتش، لا بتلاقي الجمهور بيساند. حاجه بص يا عمر، يعني انا اتمنى ان شاء الله بعد بطوله افريقيا والتنظيم الرائع اللي احنا شفناه، فنيا ما شفناش فنيا من المنتخب، لكن شفنا حاجات تانية مهمه جدا ومؤثره. تنظيميا، بنيه تحتيه، ملاعب، جمهور. طب الجمهور بيدخل اهو، ايه المشكله؟ يعني الجمهور بيحضر المباراه اهو، طب ايه المشكله ان انت برضو في الدوري لازم الدوري يبقى بجمهور. لو عايز تشوف مباراه قمه، عايز تشوف دوري قوي، عايز تشوف فنيات، عايز تعمل منتخب قوي كمان، صدقني عمر والله انا يعني من ضمن الاسباب المؤثره جدا على المنتخب ان اللعيبه دي مش متعوده تلعب قدام جمهور. طب انا معلش، انا بلعب قدام 20 واحد من مجلس الاداره وفجاه بلعب في وسط 70,000 او 80,000، بالله عليك هيبقى كويس ازاي؟ صح، انت قول لي. وبعدين في لعيبه ما تستحملش الضغوط. احنا بنقول في لعيبه ما ينفعش تلعب في الاهلي مثلا، ليه؟ او نقول مثلا في لعيبه التيشيرت بيقيل عليها ليه؟ ضغط الجماهير. طب ما في المقابل للمنتخب نفس الكلام، بقالك ثلاث اربع مواسم ما فيش جمهور خالص، وفجاه بتفاجئ بتلعب قدام 70,000 او 80,000. فده من ضمن الحاجات المهمه جدا موضوع الجمهور ده. انت بجد لو عايز مباراه قمه، لا جمهور لازم يكون موجود. ضربنا مثال وقلنا ماتش السوبر في الامارات، انت حتى لما بتشوفه دلوقتي بتقول ده اكيد في 2006 او 2005 او 2004، صح ولا غلط؟ صح، حتى الاداء الفني مميز جدا. اعتقد يا كابتن احمد ان شاء الله لقاء الاهلي والزمالك اللي هيكون في السوبر، اعتقد ان شاء الله يكون، اتمنى واعتقد في نفس الوقت هو اعتقاد واتمنى ان يكون في ملعب استاد القاهره، ويكون بالسعه الجماهيريه الكامله، ويكون في تنظيم قبليه بكام اسبوع، يكون في فان اي دي، يكون في تذاكر، يكون في نفس الضبط ونفس السلوكيات ونفس التنظيم اللي كانت مصر بتمر بيه في امم افريقيا. عايز اسالك قبل ما اختم معاك عن الدوري، عايزك تقولي رايك في بطوله الدوري الموسم الماضي، اخيرا قلنا الماضي الحمد لله، الحمد لله الموسم الماضي الحمد لله، ويعني ازاي نستفيد من الماضي الى الحاضر والموسم القادم ان شاء الله. برضه هتقول اتمنى ان شاء الله ان الموسم الجاي يبقى موسم منتظم. طب نتكلم على الماضي الاول، رايك في الدوري ايه؟ ما انا بقول عشان كده، ما انا هنقول الاحسن الاول. تمام. عشان نتمنى كده، نتمنى ما يحصلش السنه اللي حصلت، ما يحصلش السنه. تمام. نتمنى انك بتبدا موسم عارف هيبدا امتى ويخلص امتى. تمام. رقم واحد، انت عندك بطوله افريقيا معروف موعدها. تمام. صح ولا غلط؟ صح. عندك بطوله عربيه سبت وحد افريقيا ابطال، وعندك مثلا ثلاث واربع كونفدراليه. انت نظمت بطوله امم افريقيه في شهرين ثلاثه، عملت ملاعب وعملت تنظيم وجمهور بيدخل، يبقى انت قادر بجد انك تعمل. طبعا دوله مصريه قادره. طبعا يبقى قادر بجد انك طبعا تعمل دوري منتظم، يبقى بجمهور، وتاكيد يبقى بجمهور. ايه المشكله في كده؟ طبعا من السلبيات الصعبه جدا انك بتلعب موسم ما فيش اطول موسم في التاريخ تقريبا، يعني مش تاريخ الدوري المصري بتهيألي، تقريبا اطول موسم في تاريخ الكوره عموما بتهيألي، ولا انا بتهيألي؟ لا طبعا. صح كده ولا انا؟ سنه. امور صعبه جدا. بتلاقي ماتشات فرقه بتلعب كل ثلاث ايام مباراه، وممكن تقعد كل شهرين تلعب مباراه. الناس بتلعب منتخب، او الناس بتخلص موسم، يعني في فرق، ودي برضو من الحاجات الغريبه جدا عمر، فرقه خلصت الدوري وقعدت في البيت، وفرقه ناس تانية لسه بتلعب، فرقه عارف مين اللي نزل، وفرقه تانية ما عرفتش مين. لحد عمر انت بتلعب مباراه صح، يعني قبل بتلعب مباراه المقاولين دي، او نفس مباراه يوم المقاولين دي، وما تعرفش مين ممكن يبقى مركز تاني. يعني الزمالك لو كان خسر من الاسماعيلي تقريبا او تعادل، كان ممكن ما يبقاش مركز تاني. طب ازاي يعني؟ قول لي انت.
فاتمنى كل السلبيات دي ما تشوفهاش ان شاء الله الموسم الجاي باذن الله. يعني كابتن احمد في النهايه بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا، كالعاده بستمتع بيك وكالعاده منور قناتك وبيتك قناه النادي الاهلي. شكرا عمر، انا سعيد بوجودي معاك ونشوف بعض قريب بقى ان شاء الله باذن الله. شكرا عمر. طيب سلام حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع الجناح الطائر الكابتن احمد صديق لاعب النادي الاهلي السابق. نروح لفاصل وبعديها نستقبل الاستاذ عبد المنعم الوسطى والفقره الثالثه والاخيره في الاهلي دي، خليكم معنا. اهلا بحضراتكم من جديد، ولسه مكملين معاكم في الاهلي الليله والفقره الثالثه والاخيره، وطبعا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد المنعم الاسطى. هنتكلم معاه عن اكيد لقاء القمه رقم 118 اللي هو محور كلامنا كله في قناه الاهلي اليوم. استاذ عبد المنعم برحب بحضرتك ومنورنا. الله يخليك. اخبار حضرتك ايه؟ انا سعيد ان انا معاك طبعا اول مره، يعني اول مره وان شاء الله ما تكونش اخر مره. ربنا يستر. ربنا يستر ان شاء الله. طبعاً اكيد هنتكلم على لقاء الاهلي والزمالك رقم 118، اكيد كان لقاء كلنا تابعناه، كلنا الحمد لله يعني ختام الدوري بشكل طيب وبشكل محترم يليق بالنادي الاهلي وفوزه بالدوري رقم 41. اكيد وجهه النظر بتكون مختلفه يعني حضرتك وانا واي حدا تاني، لكن عايز اعرف وجهه نظر حضرتك ورؤيتك لمباراه القمه رقم 118 كانت عامله ازاي؟ انا على المستوى الشخصي انا تابعت اكتر من 76 تقريبا مباريات القمه. اعتقد واتصور وان انا يعني ايه الفرحه لفوز الاهلي دي يعني ايه شيء طبيعي، وكان كل اللي حصل في المباراه ان الواحد فرح فقط لفوز النادي الاهلي، انما الاداء في بعض الفترات ما كانش على مستوى اللي انا شخصيا احب ان النادي الاهلي يكون فيه. طب النادي الاهلي لو كان تعادل وكان اداؤه كويس كان الجمهور هيبقى مبسوط؟ على المستوى الشخصي لا، مالوش دعوه بالجمهور بقى. انا ايوه أنا ايوه عايزين بقى نوضح بقى علشان خاطر حضرتك بتتفرج. انا كناقد كمتابع أيوة. او محب للنادي الاهلي كعضو في النادي الاهلي احب ان النادي الاهلي يكون في ابهى صوره. صحيح فنيا ونتيجيا. صحيح النتائج هي صوره جميله برضه طبعا، صحيح النتائج هي صوره جميله، لكن الصوره الجميله كنتيجه وكاداء ومستوى بيبقوا مرتبطين، بيبقى احلى يعني، بتبقى الصوره اجمل بي 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 في الذاكره مباريات عظيمه جدا للنادي الاهلي لنجوم النادي الاهلي. عموما النادي الاهلي طبعا هو مر بظروف وبعيد عن القمه ما تحقق انجاز ويصل لدرجه الاعجاز. انجاز لدرجه الاعجاز اللي حصل للنادي الاهلي هذا الموسم في الدور الثاني تحديدا مع النتائج مع الظروف اللي كان فيها النادي الاهلي صعبه جدا، يعني ظروف انا شخصيا ما شفتهاش من سنين طويله في النادي الاهلي، ظروف صعبه جدا يعني. هل ماتش المقاولين حضرتك كنت راضي فنيا على الاداء وكنت مستمتع؟ اعتقد يعني احسن من ماتش الزمالك من وجهه نظري. طيب. كان في اريحيه فنيه بالنسبه لي، كان في اريحيه نفسيه. طيب حضرتك راجل ناقد رياضي وشفت لقاء المقاولين وفنيا حضرتك ساتسفايد خلاص شايف ان ده في اريحيه. طب ماتش الزمالك ايه اللي خلى اداء النادي الاهلي بالنسبه لحضرتك ما يكونش فيه نفس الدرجه وجهه نظري اللي حضرتك كنت مستمتع بيها في ماتش المقاولين؟ تصوري ان النادي الاهلي كان في دي حاجه كبيره، يعني هو حسم الدوري ومش عايز يبوظ فرحة الناس بالدوري، وخاصة ان انت حاسم اللقب يوم الاربعاء والمباراة مع الزمالك الديرب الخاص القمة الخاصة بينهم يوم الاحد، فالناس بتعيش نشوة وبتعيش فرحة كبيرة جدا من يوم الاربعاء، فمش عايزين يبوظوا الفرحة بتاعتهم يوم الاحد. في تصوري ان كان في نوع من انواع التحفظ تنشنه شويه في يعني في كورتين لحسين عبد الله حسين الشحات، طول عمرنا بنشوف حسين الشحات في المساحات يملك مهاره وبيملك سرعه. صح ولا غلط؟ صح. في كورتين جوله في الشمال تلعثم فيه بشكل بيدل على مدى
حرصه الشديد، ما هو الحرص الشديد ده بيخليك اصلا تغلط. الحرص الشديد في والتركيز الشديد قوي بيخليك تغلط او بيخليك ما بتبقاش على المستوى الطبيعي بتاعك، في حين ان انت كنت في ماتش المقاولين كانوا اريحيه يعني الـ 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 خاصه ان انت سجلت في الاول ثم سجلت تاني، فالدنيا بقت ماشيه معاك كويس. طيب هل مباراه المقاولين طبعا مع كامل الاحترام والتقدير لنادي المقاولين العرب، لكن نادي المقاولين مباراه عاديه في الدوري، فممكن يكون عشان كده انا بتكلم على الـ الـ الاهتمام. طبعا هي مباراه التتويج بس قدر المقاولين ان هي تكون مباراته هي المباراه الحاسمه للنادي الاهلي، عشان خاطر حضرتك انا بتكلم على الزمالك وبتكلم على المقاولين. هل مباراه الزمالك علشان الاسم والبطوله الخاصه والاستعدادات؟ هل ممكن تكون عشان سنه اولى قمه بالنسبه لحسين الشحات فبالنسبه له لسه الموضوع جديد عليه، ولا في لقاءات القمه ممكن يتولد نجوم؟ لا، وكان في مسبس كتير قوي برضه يا عمر في الماتش، يعني في كتير قوي في كور هجمات بتنتهي بشكل غريب، يعني كان لازم تنتهي بشكل احسن من اللي عندهم القدرات وعندهم الامكانيات ان هم كانوا ممكن ينهوا هجمات احسن من اللي حصل. اعتقد ان في كرات كتيره في وسط الملعب كانت بتنتهي لو اتمررت صح او في هدوء احسن من كده كنت ممكن شكلت خطوره اعلى من كده في نادي الزمالك. تعرف زمان ما عجبني في حضرتك النهارده ان حضرتك بتتكلم، يعني احنا كسبانين وفايزين بلقب دوري، فايزين في لقاء الزمالك، لكن حضرتك بتتكلم برضو على السلبيات اللي حضرتك عايزه تتلاشى الفتره اللي جايه. ده عاجبني جدا في حوار حضرتك. انا عايز النادي الاهلي يبقى افضل. لا، انا عايز النادي الاهلي مش ان انا اكسب بس. لا، انا عايز النادي الاهلي كمان نظره مستقبليه. ايه النظره المستقبليه؟ النادي الاهلي دخل على بطوله دوري ابطال افريقيا في 9 و10 و11 هيلعب فريق جنوب السودان. انت عايز لازم من البدايه تذبح القطه زي ما بنقول. لازم النادي الاهلي يدخل بطوله دوري ابطال افريقيا هو ده 2005 2006 2007 2008 2012 2013 82 و83 و84 و85 و86 و87 هو ده النادي الاهلي، هو ده النادي الاهلي في افريقيا. فانت الدوري ايه المشكله ان انت خدت الدوري؟ انا بالنسبه لي عادي عادي صح، بس لكن هي يمكن للظروف اللي الاهلي عاش هذا الموسم البطوله لها فرحه ولها رونق ولها لذة ولها طعم مختلف عن كل البطولات اللي احنا حصلنا عليها قبل كده. ولكن انا نظريتي مختلفة عن الجمهور. لا، لازم النادي الاهلي يدخل دوري ابطال افريقيا في اقوى وافضل مستوى ليه. انت داخل هتلعب كاس مصر، يعني انت هتلعب ماتشين في دوري ابطال افريقيا 9 و10 و11 و23 و24 و25 العودة. هتلعب 28 بيراميدز في كاس، وإذا ربنا وفقنا هتلاعب حرس الحدود تقريبا يعني بعدها باربع ايام، ثم انت هتبدا الدوري 15 سبتمبر. السوبر السوبر كام 10 تقريبا. انا بتكلم على السوبر هيتلعب قبل الدوري الجديد هيتلعب، انا بتكلم بعد الكاس. يعني حضرتك عندك افريقيا، عندك نهائي كاس مصر 9 سبتمبر. لا لا، عندك لقاء سوبر. ما انا بقول لك اهو، عندك نهائي كاس مصر 9 سبتمبر، عندك ذهاب دور ال 32 ان شاء الله بعد ما تطلع بطل جنوب افريقيا تطلعه بره زي ما هو اسمه تطلع بره. بعد كده انت هتلعب اسمه كده عشان بس الناس تبقى عارفه الفريق اسمه اطلع بره عشان بس ما يكونش معنى كده ان انت هتبتدي 3 4 في بعد حسم بطوله الدوري داخل بطوله افريقيا، عندك كاس مصر، عندك السوبر زي ما انت بتقول، عندك افتتاح بطوله الدوري. يعني انت داخل في معارك قويه في الموسم اللي جاي. هو مكتوب قدامي ان لقاء السوبر ما بين الاهلي والزمالك هيكون يوم الاربعاء 18 سبتمبر. ده طيب بنتكلم على الشكل اللي موجود قدام. طب الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل عشان كل حاجه 18 ممكنة. انت عندك 9 نهائي كاس مصر، ادي بطوله ان شاء الله ربنا يكرمك ان شاء الله تكون في النهائي. عندك افتتاح، عندك ذهاب الدور ال 32 13 و14 و15 سبتمبر، عندك الدوري هيبتدي 15، فتقريبا انت مش هتلعب الافتتاح، هتلعب يوم 18 زي ما انت بتقول. يعني كل حاجه، بص حضرتك كل حاجه احنا بنتكلم على الدوري او بنتكلم على التواريخ المعلنه هنا، لكن كل حاجه طبعا في مصر يعني قابله للتغيير. ما هو انت من ضمن اسوأ المواسم اللي في بسبب عدم التنسيق في التاريخ. انت بتلعب بدايه موسم مع تفنيش موسم، يعني الاثنين في توقيت واحد. انت النادي الاهلي بعد ما عمل فتره الاعداد بتاعته بدات الموسم في نفس الوقت اللي هي ختام موسم. طيب حلو، طب ازاي ده؟ يعني حضرتك فتحت الموضوع ده وانا عارف ان حضرتك عندك كتير قوي عايز تقوله، فانا دايما هركز على الحتت المهمه. النادي الاهلي عمل فتره اعداد، ختم موسم ختم موسم، بدا موسم، لعبت النادي الاهلي اخذت راحه 4 5 ايام هترجع علشان تستعد لبدايه موسم. ازاي الجهاز الفني هنا هيتعامل وازاي الحمل البدني
نتفاداه علشان خاطر الاصابات والتركيز في التواريخ اللي حضرتك قلتها. عندنا بطولات مهمه جدا محتاجه كل صغير وكبير وكل تركيزنا علشان نقدر نحسم لقب كاس افريقيا سوبر محلي. لا هي القضيه مش ان يعني دي مش شغلتي انا. لا انا بتكلم عليك. اه انا بتكلم عليك ازاي نعرف نعمل حتى على العامل النفسي والفايتر. ما هو انت علشان انت تطلع منتخب كويس الاهلي وزمالك في افريقيا وبيراميدز والمقص والمصري يلعبوا في افريقيا في احلى مستوى، عندك الاتحاد الاسماعيلي في البطوله العربيه علشان كل الفرق دي ويطلع منتخب محترم يقدر يعني ينافس وياخد بطولات. انت يكفي ان انت في لاول مره في التاريخ تنظم بطوله وتطلع من 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 دور الثمانيه. ده احنا حتى بطوله 74 اللي احنا خسرناها في مصر 8 خسر احنا طلعنا في دور ال 16 حتى كمان. ده في دور ال 16 انا قلت عليك دي بطوله ثانيه في دور ال 16 معلش خالص بالعكس انا قصدي انت في 74 خرجت من السيمي فاينل قدام زائير. انت المره دي من دور ال 16 خرجت بره. هو انت متخيل ان انت خروجك ده شيء طبيعي جدا. شوف الناس زعلانه. كنت متوقع ده زمان. اه طبعا متوقعه طبعا، وقلته في اكثر من مناسبه. قلت صعب جدا ان احنا ننافس، صعب جدا ان احنا ليه، لان احنا بص يا كابتن عمر، النتائج لابد لها من مقدمات. كنت لسه اقولها لك والله العظيم. بس اخدتها مني. النتائج لابد لها من مقدمات. المقدمات سيئه النتائج اسوء تساوي النتائج سيئه. انت عملت ايه عشان تطلع منتخب مصر؟ عملت ايه قول لي؟ عملنا معسكر. ده كلام. هتقول لي يعني ايه يعني كل الدوريات بتاعت المنطقه اللي انت بتلعب فيها منطقه شمال افريقيا كلها انتهت 15/6، وده اللي كان النادي الاهلي بيطالب بيه. ده اللي كان النادي الاهلي بيطالب بيه. كان عندهم نفس الظروف بتاعتنا، الترجي التونسي كان بيلعب، كان عنده لقاءات مؤجله، كان لازم يخلص قبل الامم الافريقيه علشان خاطر التوابع. انا بقول حضرتك بتكلم عن الترجي التونسي اخر مايو صح؟ قول لي يمكن عشان تونس تحديدا الترجي كان حاسم شبه حاسم الدوري فوافق على انه يلعب اخر اربع ماتشات اخر ثلاث ماتشات. في الجزائر طيب. الجزائر نهت. صح كده. فين الجزائر؟ بطل بطولة افريقيا. بطل بطولة افريقيا. عندها محترفين وعندها محليين. ايه المشكلة؟ وعندها حماس واصرار وقلب. انت دخلت في مشكلة من ايقاف الدوري في ابان الثورة. والمشاكل اللي حصلت في مصر زودت الفرق، ما كنتش عايز حد يهبط، فانت عمال تزود الفرق لغايه ما انت ما وصلت برضه ل 18 فرقه. هل الدوري المصري يستحق 18 فريق؟ يعني انت زي الدوري الالماني؟ الدوري الالماني 18، الانجليزي الدوري الانجليزي 20. انا بتكلم احنا قريبين منه يعني، اسباني انجليزي خلاص ناقص فريقين نبقى بنلعب زي الدوري الانجليزي. انت عايز الدوري الانجليزي اللي بيلعب اربع بطولات، دوري وكاس الاتحاد وكاس رابطه وسوبر وتشامبيونز ليج، خمس كل سنه. عندهم كم فرقه بتشارك في الشامبيونز ليج؟ عندهم اول اربعه واثنين يشاركوا في الكاس الاوروبي اليوروبا ليج. الدوري الانجليزي خلص منتصف مايو، اعلن عن الدوري الانجليزي الجديد 13/6. ده الناس حجزت تذاكرها وظبطت نفسها على الماتشات. يعني انا بسال ايه مشكلتنا؟ مانشستر سيتي وليفربول امتى؟ قولي لي شهر اربعه. ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا ان في نادي بيأجل اللي هو عايزه. اتهموا النادي الاهلي بتأجيل مبارياته. طب الاهلي كان هيلعب ازاي وهو بيلعب؟ اجل لانه بيلعب في افريقيا، اجل لانه بيلعب في البطوله العربيه. يعني ما باجلكش وانت قاعد في البيت. انما في ناس اجلت لها وهي قاعده في مش عايز تلعب. طب عايز اسالك سؤال بالنسبه للقصه اللي بنتكلم فيها والقضيه. دور اتحاد الكره المصري بشكل عام، مش بتكلم على اشخاص، مش بتكلم على اتحاد كره سابق، انا بتكلم على السابق والحالي والمستقبلي. هل حضرتك شايف دور اتحاد الكره ان هو بس ينظم المسابقه ولا اشخاص تعمل على تطوير الكره المصريه لصالح الكره المصريه؟ زي العالم كله ورابطه الانديه. انت مالكش علاقه بالامور التنظيميه والامور الفنيه في المسابقات. طب دور اتحاد الكره ايه؟ وفين اتحاد الكره؟ انا بسال بشكل عام. حضرتك دلوقتي لو جينا نتكلم ونقول ان رابطه المحترفين، طالما قفلت رابطه الانديه فكله شغال بمزاجه. بس رابطه الانديه بتكون في بعض الاوقات يعني فيها بعض المجاملات. مره حصلت مجاملات ليه؟ مره انا بتكلم على ان هي لازم تكون بشكل اوضح من كده، الشكل يكون فيه شفافيه، وفي نفس الوقت نتكلم مش احنا اللي نجيب. اصل حضرتك اللي بيحصل بره ايه؟ ان الدوري الانجليزي بيحصل بنعمل انتخابات او بنعمل تصويت على أربع أشخاص ممثلين عن الأندية في الدوري الإنجليزي أو خمس أشخاص مش أربعة، وبنحط معاهم واحد من الاتحاد الإنجليزي. هم دول بينظموا، لكن هنا احنا مش بنعمل تصويت
على ما اعتقد على ما اتذكر اخر مره احنا اللي بنجيب وبنعين وبنعمل. عايزين نسيطر بالظبط كده. فاحنا عشان كده لما نجيب رجالتنا نعرف يكون لنا سيطره عليهم. ما ينفعش صح، دي مش كوره. فانا بتكلم على لازم يكون في تصويت طبعا، والاختيارات ايا كان مين هيجي وايا كان مين اللي هيكون مستبعد. بغض النظر يا كابتن عمر على اللي هيجي، اللي بيجي بيعمل وفقا للوائح. صح، اصل انت مش شغال بمزاجك. يعني الانديه المشاركه في افريقيا ازاي تلعب ماتشاتها لما تيجي من افريقيا، ازاي تلعب ماتشاتها وهي بتلعب في مصر، الماتشات المحليه مش بالمزاج. لابد ان انت تعمل لائحه، اي فريق بيلعب في افريقيا يلعب بره، وهو بيلعب بره مصر وهو بيلعب في مصر يلعب رابع يوم. لو انت عملت لائحه بالشكل ده ترضي كل الناس، ايه مشكلتك؟ انت عارف ان انت رابع يوم هتلعب وانت بتلعب في القاهره، خامس يوم وانت بره مصر هتلعب، تيجي تلعب في الدوري المحلي، مش بمزاجك. مش كل واحد طب انا هلعب قبل ماتش كذا، طب انا هلعب بعد ماتش، ما ينفعش. لابد من كل لوائح ولوائح واضحه وبموافقه جميع الانديه وخاصه الانديه المشاركه في الانديه في البطولات الافريقيه والبطولات العربيه طبعا. طيب رايك كيف يعني هتكلم معاك في القمه، لكن عايز اعرف منك فرصه نسالك عن علي معلول هداف النادي الاهلي، وهو باك ليفت اول مدافع يكون هداف للنادي الاهلي على مدار تاريخه. كنا على طول وهنشوف دايما، وانا اعتقد ان هي مش تتكرر تاني بما ان علي معلول يعني لعيب مميز ولعيب فلته ولعيب اعتقد ان عنده سمات هجوميه على اعلى مستوى، لكن نادرا لما بنشوف مدافع يكون هداف للفريق. 8 اهداف وصنع 7 اهداف، وبالتالي من اهم اللاعبين اللي موجودين في النادي الاهلي. دوري علي معلول قولا واحدا. دوري علي معلول. طبعا دوري علي معلول. يعني انت بتقول 8 اهداف بكم نقطه، 7 اسيست بكم نقطه، لازم يعني كده ادي حضرتك كده كام حاجه تقول لي. فطبعا طبعا دوري علي معلول، لكن هو مش لوحده برضه، عشان برضه يعني هو اميز وافضل اداء للنادي الاهلي للعيب في النادي الاهلي وخاصه في المدافعين. احسن لاعب في مصر مين؟ واحد طبعا علي معلول. يعني علي معلول احسن لاعب في مصر؟ انا وجهه نظري احسن باك ليفت في مصر، وجهه نظري هداف النادي الاهلي وهداف الدوري واكتر واحد صنع اهداف طبعا. طب نروح نشوف تقرير علي معلول نرجع نكمل مع بعضينا. يلا نروح نشوف تقرير علي معلول نجم النادي الاهلي ونجم منتخب تونس وهداف النادي الاهلي، ونرجع نكمل مع استاذ عبد المنعم قصه. خليكم معنا. دخل المدافع الدولي التونسي علي معلول نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تاريخ الكروي للقلعة الحمراء من أوسع أبوابه، بعدما بات أول مدافع في التاريخ يتوج هدافا للمارد الأحمر. إنجاز علي معلول تم تسطيره على ملعب برج العرب بالإسكندرية، حيث نجح معلول في فك الاشتباك مع ثنائي الهجوم الأحمر مروان محسن مهاجم منتخب مصر الأول والدولي المغربي وليد أزارو، بعدما كان اللاعبون الثلاثة أهلا بحضراتكم من جديد. لسه مكملين معاكم في الفقرة الحوارية الثالثة والأخيرة مع الأستاذ عبد المنعم القصة. كنا بنتكلم على نادي الأهلي واتكلمنا على معلول واتكلمنا على القمة، لكن عايز أتكلم معاك بالنسبة لعلي معلول. ده ثالث باك ليفت يسجل في مباراة القمة. الأهلي والزمالك، كابتن ربيع ياسين سجل دوري واتلغى والاهلي خسر 1-0 هدف ايمن يونس. عارف مين اللي لغى الهدف؟ كابتن محمود عثمان. محمود عثمان الله يرحمه. الله يرحمه الله عليه. وكابتن محمد يوسف احرز هدف؟ احرز هدف ماتش 3-0 93 والكابتن علي معلول. طيب لو بنتكلم على برضو من بعض الارقام، علي معلول اول ظهير ايسر يجيب في موسم واحد 8 اهداف، وبالتالي بيسجل رقم قياسي يسجل وصعب ان حد بعديه يجي يكسره وهو علي معلول. علي معلول واحد من اللعيبه في كره القدم ما تعودناش فيه صعوبه في كره القدم، بس باك ليفت يسجل 8 اهداف في موسم واحد. ما هو اصلا بطبيعته هداف، هو انت جايب اصلا علي معلول هداف الدوري التونسي. سلام وزمنها صح ولا غلط؟ جايب هداف دوري تونس، ودوري تونس من الدوريات القويه جدا، فطبيعي جدا لما يبقى 8 اهداف ده ممكن يبقى شويه بالنسبه لنا يعني. طب اسالك سؤال خاص بعلي معلول والظهير الايسر، هل المدير الفني بيكون له دور في تطوير اداء اللاعب الهجومي، وانه بيكون عارف لاعب يعني بطبعه هو لاعب هجومي وبالتالي لازم يوظف حد يغطي مكانه علشان لو ده ما حصلش هيحصل مشكله، الباك ليفت ده هيتضرب، هيحصل مشكله طبعا. في نفس الوقت الميزه اللي عندك هتفقدها في اللاعب اللي عندك فيه ميزه هجوميه زي علي معلول، هل ده شغل المدير الفني؟ طبعا
شغل اي حاجه في الملعب يا كابتن عمر شغل مدير فني، اي حاجه في الا فيما يخص مهارات فرديه خاصه في مواقف معينه. بالظبط كده. لكن اي تحركات واي شغل عام لابد اللعيبه مش في الملعب بتظبط مع بعضيها عمليه الطلوع والتغطيات. مش ممكن علي معلول يقول لي حمدي فتحي لما اطلع غطي مكاني لحد ما ارجع؟ مش بمزاجه برضه، وفقا للمنظومه، وفقا لرؤيه الجهاز الفني، وفقا للتدريبات اللي اتمرنها. لان انا مش هطلع اقول لك طب انت غطينا وانا اطلع. بمناسبه ايه ان شاء الله؟ طب هنفترض ان الجهاز الفني انا ليا دلال عليك شويه يا زعب منه فانا ليا دلال عليك في الملعب مثلا، فقلت لحمدي فتحي انا هطلع هاجم ولما اطلع هاجم غطي مكان لحد ما ارجع. لو مش فنيا في تعليمات بالكلام ده ومش فنيا في تدريب على الكلام ده ما ينفعش يعملها. حضرتك لو مدير فني هتكون صارم جدا. اه طبعا حضرتك يعني حضرتك لو مدير فني طبعا هتكون في منظومه جوه الملعب صعب جدا. في منظومه جوه الملعب وتحركات لازم تبقى مدروسه ومدروسه في تمرين قبل ما تدرسها كمان في في في, في الماتش، مع اتاحه الفرصه اللي هي الايه المهاره الفرديه. اصل في المهاره الفرديه مش هتدخل فيها المدير الفني. تحب اللاعب المبدع؟ اه طبعا. طب تدي اللاعب كام في الميه يبقى ملتزم بالتعليمات وكام في الميه مساحه يبدع فيها؟ 80% التزام و20% وفقا للابداع. طب انهي مربع في الملعب اللي تقول للعيبه تكون ملتزمه بيه وفي الجزء المعين ده ابدع زي ما انت عايز ورقص زي ما انت عايز؟ التلت الاخير في ملعبك انت في الدفاع 99% التزام. طيب والنص؟ والواحد في المية حسب الموقف. يعني بيبقى طبعا في لعيبة مهارية في الدفاع، وبيبقى في مواقف لابد ان انت تتحرك فيها وفقا لمهارة، مش لازم وفقا بقى للتعليمات هنا. طب يعني ايه رايك تمسك فريق السنة الجاية بقى وتنافس بطولة الدوري مع الفرق المصرية؟ لا والله حضرتك انت متابع الكرة العالمية وعارف ان وخاصة ان الالمان، انا بقى معجب جدا بالكرة الالمانية. تحركات وفقا لمنظومة المدير الفني مش والموهبة بتاعتك انت بتخرج موهبتك وفقا للرؤية الفنية العامة للجهاز الفني، وخاصة اذا طبعا تشتغل فيها في التدريب طبعا. طيب عايز اتكلم برضو شوية عن اصعب اللحظات اللي النادي الاهلي عاشها في الموسم السابق اللي الحمد لله خلص على خير من وجهة نظر حضرتك، وكانت يعني كممكن الجمهور المنافس او كل الجمهور المنافس اللي كان بيقول خلاص الدوري لا يمكن يروح للاهلي، بس كلنا كان عندنا يقين وثقه ان النادي الاهلي هيعمل ريمونتادا، واول ريمونتادا في تاريخ الدوريات ان فريق يكون الاخير بسبب نقاط المؤجله طبعا، ويفوز بلقب الدوري بفارق 8 نقاط عن نادي الزمالك. هقول حاجه بس مش هقول الاسم اللي انا كنت بتكلم معاه في المنطقه. اكيد كان رهان. لا مش رهان، انا متراهنش بس لا يعني رهان حبي كده. لا هو كان شخص حبيب جدا وراجل اعلامي كبير جدا، فكلمني ان الدوري ده يتلغي، الدوري ده ما ينفعش يكمل، احنا مش هناخد الدوري. فكان ردي قلت له ليه؟ قال لي ده مش عارف احنا ترتيبنا الثامن ولا التاسع. قلت له لا هاخد الدوري طبعا طبعا. قلت له ليه؟ يعني قلت له ليه الاهلي ما ياخدش الدوري؟ الاهلي ليه مؤجلات؟ الاهلي من المؤكد ان هيجيب صفقات، لانه الاهلي مش هيمشي بالشكل ده. يعني في ضروب عندك كبير، في اصابات. بتتكلم بقى عن الظروف وبتتكلم عن اصعب المواقف. اصعب المواقف لما كان عندك 15 لعيب مصاب. 15 لعيب مصاب؟ اكتر من 15 تقريبا في فتره من الفترات، انت ما انتش لاقي لعيبه تلعبها. دي من اصعب المواقف اللي الاهلي عاشها. انت بتلعب كل 3 ايام مباراه. من اصعب المواقف خساره مثلا الاهلي مع الاتحاد في وقت كنت انت محتاج ان انت تكسب. كان في تقريبا الماتش ده كان 7 اكتوبر 2018. بسم الله ما شاء الله ده بالتواريخ كمان. 7 اكتوبر الماتش ده اللي احنا لعبنا بعده ماتش الترسانه بدون الدوليين 10 اكتوبر. وبعد كده الدوري اتوقف علشان مباراه، كان في مباريات تقريبا في تصفيات امم افريقيا في الفتره ديت. ولعبت انت ستيف الجزائري 2 اكتوبر. ولعبت ستيف الجزائري بعدها 23 اكتوبر تقريبا. يعني اقصد انت كنت محتاج تكسب، للاسف خسرت الماتش 4-3. للاسف الشديد دي من اصعب المواقف، لان انت كان ليك مباريات مؤجله كتير، وكان المكسب
يرفعك معنويا 3-4 مراكز مع الاحتفاظ بأن لك عدد كبير من المباريات المؤجلة لظروف اللعب في إفريقيا واللعب في البطولة العربية. هل أصعب المواقف اللي احنا قلناها دي يا زعيم نعم تخلي اللقب الدوري ده هو أغلى ويعني أصعب دوري في تاريخ النادي الأهلي؟ لا هي مش الظروف بس، هي كل ما كان يحيط بالنادي الأهلي. قلنا الحاجات اللي احنا قلناها دلوقتي، كل خمس ست حاجات، إصابات كل 3 أيام ماتش، كل 3 أيام مباراة، أفريقيا ودوري، الخارج البساط، خارج الملعب، ما يقال تدعيمات وما يتردد الفرق الأخرى أيضا، التدعيمات اللي موجودة في الفرق الأخرى أنه كله بيدعم بفلوس كتيرة، وبالتالي كانت التدعيمات ده حق لكل نادي. أنا مش بتكلم على التدعيمات، أنا بتكلم على غير الطبيعية. تمام، التدعيم ظروف طبيعية، حقي وحقك، أنت بتدعم ولا بدعم. الظروف غير الطبيعية أن أنت تدخلني في 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 محرقة. بس عايز اقول لك حاجه بالنسبه للتدعيمات، انا ممكن ادعم زي ما حضرتك عايز، وممكن اجيب احسن لعيبه في العالم، بس برضو ابقى في الاخر على التيشيرت اللي انا لابسها، التاريخ اللي انا بلعب فيه، النادي اللي انا شايل اسمه. انا ممكن اجيب رونالدو عندي في الفريق، لكن رونالدو هيبقى موجود في النادي. المنظومه دي لها عامل مهم جدا كده. ده اللي انا عايز اقوله بس كده، ان انا لو جبت اي لعيب ب 10 جنيه ودخلته جوه النادي الاهلي هيبقى لعيب ب 100 مليون جنيه. جايب صفقات رهيبه، ده اللي بتكلم فيه، بيلبس فانيله بيراميدز غير بيلبس فانيله النادي مع كامل احترام التقدير. طبعا اللي حصل مع بيراميدز في موسم هو موسم استثنائي يعني بالنسبه لهم. ممكن يتكرر تاني موسم الجاي؟ ما صعب يعني مع الظروف اللي احنا بنسمع وبنمشي. درس يعني درس لمعظم اللعيبه وكل اللعيبه الموجودين، ان البطولات والتاريخ بيكون موجود في انديه محدده بعينها. طبعا الزمالك في السنه دي على فكره، عشان برضو ندي نادي الزمالك، الزمالك من افضل طبعا فريق كل احترام وتقدير ليه، كان فريق مميز وكان قريب جدا جدا من بطوله الدوري. مقوله ان هو اللي ادى الاهلي للدوري ده مقوله مش صحيحه. اتكلم فيها شويه كده حضرتك، قول لي رايك فيها ايه. مفيش حاجه اسمها اداني الدوري. يعني ايه اداني الدوري؟ طب ما انا يعني انا اللي اديته الدوري في الاول. ما هي بنفس المقوله، هو اداني الدوري في الاخر. انا كنت البطل يعني من الموسم الماضي، وبالتالي بدات الموسم. انا بطل مواسم. لا انا بتكلم على حضرتك مقوله ايه. هل انا اديته الدوري الموسم ده؟ يعني هل انا اديته الدوري بعد كده اخدت منه الدوري تاني؟ عشان حضرتك بتقول يعني الجمله دي وفقا للمقوله دي. انا اللي اديته الفرصه في بدايه الموسم ان هو يرتفع ويتصدر ويبقى شكله كويس. وفقا للمقوله ان هو اللي اداني الدوري. يعني لا مش معترف يعني لا الزمالك فرط في البطوله ولا الزمالك ادى الاهلي البطوله. الاهلي هو اللي اجتهد واخد البطوله. الزمالك خسر نقاط من مين؟ الانتاج الحربي، الجونه، جيش، حرس الحدود، الجيش، المقاولين، الاهلي. لا ما هو الاهلي ده احنا بنتكلم على فرق القمه او الفرق الكبيره، طبيعي انت تكسب او تخسر. تمام، لكن ده مش طبيعي. نفس القصه النادي الاهلي تعادل مع الانتاج الحربي بظروف ابراهيم نور الدين وضربه الجزاء، لكنه في النهايه النتيجه خلاص. التعادل. خسرت من الاتحاد 4-3. ده من امتى انت تخسر من الاتحاد 4-3؟ من امتى؟ ده برضه نقاط غير طبيعيه. فانت زي ما الاهلي عمل في الدور الاولاني، الزمالك عمل في الدور الثاني، وبالتالي النتيجه الدوري طلع بالشكل الطبيعي. ماذا يحتاج الدوري المصري والكره المصريه في الموسم القادم بعد انتهاء موسم الأطول في تاريخ اللعبة؟ الأطول والأسوأ. لا في مواسم كتيرة كانت نفس المدة؟ في مواسم كتيرة اتلعبت فيها فترة قريبة. ممكن لو أنا يعني كنت لا طب يعني نفس المدة بالسنة 300 يعني قريبة، في 11 شهر وفي 10 شهور برضه. يعني 10 شهور كويس. بس مش 12. تحتاج الكرة المصرية، تحتاج لناس عندها نوع من انواع الاحترافيه في الشغل. لا اهلي ولا زمالك، ما تعتبرش الاهلي، اعتبر الاهلي زي اي نادي، اعتبر الزمالك زيه زي اي نادي. اعمل نظام، اعمل لوائح، طبقها على الجميع بشفافيه. اعلن بدايه الدوري واعلن نهايه الدوري. عندك السنه دي ما شاء الله ما فيش غير فريقين بيلعبوا البطوله العربيه. خلاص اتحاد واسماعيل في البطوله العربيه، شكرا. عندك اربع فرق في البطوله الافريقيه، الاهلي والزمالك دوري الابطال، البيراميدز والمصري. والمصري خلاص الموضوع منتهي. اعمل لائحه ونظام ازاي تلعب وانت بتلعب في افريقيا، ازاي عشان المؤجلات بتاعتك، المؤجلات الدوري المحلي تلعب بعد قد ايه، مش وفقا لمزاج اي نادي. طب ممكن اخد مع حضرتك قضيه كده واخد راي حضرتك فيها. هل مصر وعدم الالتزام بدوري المحترفين والاقتصار فقط على قائمة
وتحديد عدد من اللاعبين منها، ممكن ده شويه بيأثر على الفرق في موضوع ان انت بتلعب في اكتر من بطوله. بمعنى بره او في اوروبا بيقول لك دوري محترفين يعني عندك عدد مفتوح من اللاعبين، ولكن عندك شروط في التعاقد. اولا عدم انتهاء عقد اللاعب الا اذا لو عقده انتهى، انتهى ممكن تنهوه بالتراضي، او لو عايز تنهي عقده قبل ما يخلص المده المكتوبه في العقد اديله بقيه فلوسه على الترابيزه. هل ده لو مصر عملت دوري محترفين والقائمه بقت مفتوحه والعقود بقت واضحه للجميع، هل الانديه هتمسك ايديها في التعاقد وكمان هيبقى فيه ستوك او هيبقى فيه لعيبه نقدر ان احنا نعمل فريق واثنين وثلاثه عشان لو حصل ان انت عندك اصابات، عندك اخفاقات، عندك تعثرات، هل ده ممكن لو طبق من ضمن برنامج الاصلاح للكره المصريه؟ وهو السؤال بقى الاجابه بتاعتي سؤال، وايه المانع ان احنا نعمل انا مش عارف دوري محترفين بقى لنا 10 سنين بنسمع عن ان مصر السنه الجايه خلاص دوري محترفين. عشان الاتحاد الافريقي كان محدد سنه معينه. انا نفسي اعرف السنه دي هتخلص امتى؟ ده احنا بقى لنا 5 سنين احنا لينا استثناء في كل شيء. يعني هو احنا لينا استثناء في كل شيء، استثناء في القايمه. ده كل سنه يقول لك هيعدي 31 القايمه القايمه 31 يوليو 31 يوليو وبدون غرامات وبرضه استثناء. تسمية الأندية المشاركة في يوليو وهي المفروض في يونيو 30 يونيو آخر موعد لتسمية الأندية. احنا عندنا في استثناء في كل شيء لأن احنا ما بنمارس الاحتراف، احنا بنمارس الهواية في يعني عايز أقول لك لابس اللباس بتاعك اللي هو احتراف، ولكن اللي جوه الملبس بتاعك بره احتراف وجوه مفيش حاجه، سيء جدا جوه فاضي. لا 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 مش طبيعي. واحنا مش بنلعب كره قدم ولا بننظم كره قدم، ومع ان العمليه سهله وبسيطه وفي كل الدنيا بشغاله زي ما الدوري الموزمبيقي، الدوري في انجولا، الدوري في كل افريقيا، السوري، العراقي، اي دوري، دوريات لعب، ايه المشكله؟ دوري لعب ازاي؟ الدوري السعودي، الدوري اي دوري، قول لي هات لي دوري زي مصر، قول لي ليه؟ يبقى المشكله مش في المشكله في المنظمين، في المسؤولين، دي المشكله. طيب المسؤولين نقول لهم ايه علشان لا يتكرر ما حدث هذا؟ هم مين المسؤولين دلوقتي؟ وفي عندك عندك لجنه. طيب اللجنه دي ممكن نقول لها لو فضلت موجوده سنه هل نقول لها ايه علشان قبل ما تبدا؟ لا اتمنى تبقى لا اتمنى انها تبقى موجوده سنه، لا اتمنى. تأيد الانتخابات بعد 3 شهور؟ انا أؤيد في اسرع وقت ممكن. وتتحط معايير محترمه للمرشحين محترمين. زي المعايير مش المرشحين. المعايير لازم الراجل يجي يكون متفرغ تماما. طب هياكل ويشرب منين؟ لا ده مش كلته. لا طب لا نرجع بقى. طب العمل التطوعي هل يكون فيه طب راتب؟ العمل التطوعي ما هو ده عمل تطوعي صح ولا غلط؟ العمل التطوعي بالنسبه يا اما انت تطبق رابطه المحترفين. طيب انا دلوقتي رابطه المحترفين تاني عايز اقول لحضرتك بالظبط كده ماشي رابطه المحترفين مش طيب بياخدوا فلوس. يبقى ممكن نقول الناس اللي هتيجي تكون في رابطه المحترفين لو تم تطبيقها تيجي بمرتب صح كده؟ الاتحاد عمل تطوعي علشان اخرج من عباءه الاتحاد وعباءه المشتري يبقى رابطه المحترفين. انا اتفق معاك في النقطه دي 100%. رابطه المحترفين تاخد فلوس حلو فحضرتك بتقول وشغلها الشاغل هو البطولات والتنظيم، شغلها الشاغل دراسه ما يحول ومتفرغ الراجل ده متفرغ تماما واخد فلوس، ايه المشكله؟ صح ما عنديش ازمه لكن كله بيقرا تحت كلمه عمل تطوعي ما بياخدش حاجه ما حدش حاسبني. العمل التطوعي اللي هو الاتحاد نفسه العمل اللي هو الهيئه المنظمه، الهيئه اللي بتدير بشكل عام. لكن الحاجات الاحترافيه، الحاجات التنظيميه لمتخصصين بياخدوا فلوس. طيب لو اتكلمنا على ملف الجماهير تحب تقول فيه ايه؟ ملف الجماهير بصراحه على فكره الوقت بيجري معاك بسرعه جدا على فكره عشان كده بحاول ان انا يعني اختار نقاط معينه كده حضرتك تتكلم فيها. انا حزين على يعني الماتش زي ماتش القمه لما يبقى فيه هذا العدد وهذا الشكل. مصر اللي نظمت اروع بطوله امم افريقيه في التاريخ واللي هي هتحرج اي دوله هتنظم بطوله الامم الافريقيه بعد كده. انا عايز ايه المشكله ان الجمهور يحضر؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ ما انا مش عايز 50,000 ولا 40,000 ولا 30,000 ومش هيحضر الكلام. 10,000 كويس؟ ايا ما كان 10 15 20 حسب سعه. اعمل نسبه مئويه لكل ملعب وفقا لمدرجاته. 40% من المدرجات. اعمل نظام علشان المشاكل لان احنا بنعيش فتره صعبه شويه. اعمل الفريق اللي يلعب على ملعبه يبقى جمهوره فقط.
مثلا انا مش خطر على الفريق المنافس مثلا، يقول لك لا ده خطر على الفريق المنافس. انا دلوقتي انا عندي انا بعيش مشاكل جماهيريه وبعيش يعني انت هتروح تلعب في الاسماعيليه تبقى عندك مشكله، هتروح تلعب في بورسعيد، هتروح تلعب في اسكندريه، مش الاهلي، مقصودش الاهلي، اهلي او زمالك او اسماعيلي احنا بنعيش. وبعدين انت ما بتعاقبش جمهور للاسف الشديد، بيعاقبنا احنا، انت بتعاقبنا احنا. اه والله العظيم فاكر زمان لما اهلي واسماعيلي يلعبوا في اسماعيليه والجمهور اللي موجود، حتى لو الجمهور الاسماعيلي اكيد بيكون مالي الملعب، بس المباراه بيكون الحماس والاستعداد، واحنا حتى في البيوت بنتفرج ازاي على الماتش وبنكون متابعين الجمهور. يا كابتن وانت لعبت كوره، الجمهور بيستنفر قوة اللاعبين طبعا، بيستنفر المدربين. انت بتطلع اكتر من طاقتك الطبيعيه مره ونص. انت بتلعب دلوقتي، انت شوف بتلعب الضوء في مقابر، دي مش كره قدم. والجمهور لابد من يعني انا ايه عشان بس ما حدش ياخدني في سكه الامن، ما حدش ياخدني في سكه الامن. انا بقول صح، نحط معايير تسمح بحضور جماهيري للحفاظ عليها، عشان برضو ممكن واحد يقول لك ايه احنا عايزين نحافظ على الجماهير، واحنا ما كناش عايزين نحافظ على الجماهير في بطوله الامم الافريقيه وانت جاي لك جماهير من كل دول العالم. بص المنظر عامل ازاي، ملعب عامل ازاي، وزعب منهم حاجه جمهور وانت حاجه فظيعه. ولما الاهلي بيلعب في افريقيا ونهائي افريقيا مش بيحضر 70,000 و60,000 صح، ايه المشكله اللي حصلت من الجماهير؟ انا في موضوع حضرتك اتكلمت فيه دلوقتي بس احنا فوتناه بسبب العمل التطوعي او التفرغ. سمات اعضاء اتحاد الكره المصريه، حضرتك قلت لي اول حاجه واحنا نقلنا على موضوع تاني عشان الموضوع كان صعب، عشان الاحترافيه يعني. اه يعني دلوقتي احنا حضرتك قلت لي السمات اللي حضرتك عايزها في الاعضاء اللي يكونوا مترشحين او المعايير اللي تكون محدده للمرشحين، اول حاجه ان هو يكون متفرغ. طيب تاني حاجه، متفرغ راجل له خبرات في هذا المجال، سواء في العمل في الانديه او العمل في الاتحادات في الاتحاد نفسه قبل كده، يعني كله خبره. هل محتاجين وجوه جديده؟ اه طبعا الوجوه الجديده، اما انت لازم الوجوه الجديده تدفع بيها وسط الخبرات. الشباب طيب، الشباب وجوه جديده لازم تدفع بيهم علشان بعد كده اصل هو وتعمل دورتين ثلاث دورات وبعد كده بدون قانون وبدون لائحه، يقول لك 8 سنوات و10 سنوات و20 سنه بدون لائحه. طبيعي في العالم كله ايه اللي بيحصل يا كابتن عمر برا؟ دورة أو اثنين بدون لائحة وبدون قانون وبدون أي شيء، هو بيتراجع خلاص، بيدفع الصفوف الخلفية اللي أنت دفعت فيهم خلال الثمان سنين اللي هم كانوا داخلين وجوه شابة، أصبحوا وجوه خبرات. صح، إنما أنت لازم المنظومة تتغير تماما في كرة القدم في الاتحاد يعني. منتخب مصر القيادة الفنية القادمة تتوقعها عاملة إزاي؟ والله القيادة الفنية يعني حاجة يعني أجنبي ولا مصري؟ أنا مش عايز أقول لك، أنا عايز أنا الأول عايز رأيك الأول قبل حضرتك بتقولي تتوقع إيه، يعني رأيك حضرتك من هو الأنسب للقيادة الفنية في مصر؟ هل مدير فني أجنبي؟ هيرفي رينارد النهارده خلاص بيعلن رسميا التعاقد مع منتخب السعودية، لكن سريعا قول لي أجنبي ولا مصري؟ ولو أجنبي تتمنى حد هيكون عامل إزاي؟ ولو هو أنا قبل أجنبي وقبل مصري المدرب المناسب سواء مصري او اجنبي. بمعنى ايه مناسب؟ بمعنى ايه مناسب؟ الراجل لابد ان هو يكون مدرب على اعلى مستوى. تمام، ده منتخب مصر. عايز تدخل معاه مصريين يبقوا قيادات ويتولوا، انا ما عنديش ازمه. تمام، انما انت لازم تجيب لمصر اعلى مستوى تدريبي في العالم. مصر ما بتقلش عن اي دوله. صح، في كره القدم. ولابد ان يكون الراجل جاي عشان يطور لك كره القدم، يطور لك الـ 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 المسابقات. صح، انت هتجيب لعيبه منين؟ صح، لعيبتك المحترفين دول جم من مش من الدوري المصري؟ صح، تطلع اكبر عدد من المحترفين لما تعمل افضل تنظيم. تجيب بقى بعد كده لما يبقى عندك مدرب مصري مؤهل انت اهلته بالشكل مع الخبرات، وبعدين عايز تجيب مدرب مصري ما تاهلهم. ايه المشكله؟ ما تأهل المدرب. هتقول لي في مدربين، في مدربين كويسين جدا. صح، بس انت هتدخلهم في محرقه. صح، ممكن تحرق مدرب كويس. صح، ممكن. صح، تحرقه. صح، طب ما تدخله في ظروف مناسبه. زمانه انا يعني كان نفسي استمر مع حضرتك ونتكلم في ملفات تانية ونتكلم على المدير الفني المصري، لكن حضرتك الكلام معاك
مميز والكلام مع حضرتك جميل والكلام مع حضرتك ملوش نهايه، لكن اتمنى بقى ان احنا نكون موجودين في حلقه ثانيه ان شاء الله نتكلم فيها على ملفات ثانيه، ويكون مستقبل الكره المصريه في تحدد وشكله كده ليه شكله وشكله يعني شكل يكون حضرتك راضي عنه، ده اهم حاجه. يا رب. شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا يا زلمه. الله يخليك، كل سنه وانت طيب. الله يخليك، تسلم. طبعا وصلنا لنهايه الفقره الثالثه مع الاستاذ بنعم القسطى الناقد الرياضي الكبير، بنبارك لجمهور النادي الاهلي على فوزه بالقمة رقمية 18 وأيضا الفوز بالدوري رقم 41. نشوفكم دايما في حلقة جديدة من حلقات الأهلي، ليلة تصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.